بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم في محاضرتنا اليوم التي سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى عن تكامل المشاريع لتحقيق الرؤية، رؤية المؤسسات. هل للمشاريع علاقة بالرؤية؟ وإذا كان للمشاريع علاقة بالرؤية، ما هو تأثير التكامل؟ ما هو أثر التعثر في المشاريع على تحقيق الرؤية؟ كل هذا إن شاء الله تعالى سنناقشه خلال هذه المحاضرة. عندنا أربع عناصر رئيسية إن شاء الله تعالى سنتكلم عنها. سنتكلم عن الرؤية والأهداف، كيف نصل من الرؤية إلى الأهداف، ما هي الرؤية أولا، ثم كيف نصل للأهداف، ثم سنتكلم عن المشاريع وإدارتها، كيف ندير المشاريع، نلقي نظرة بشكل عام، ثم نتكلم عن الموضوع المهم، العلاقة بين الرؤية والمشاريع، ونتكلم عن مسألة التكامل وتأثيره على الرؤية، ثم الاختيار الصحيح للمشاريع، كيف يؤثر اختيار المشاريع على الرؤية، كيف نختار المشاريع اختيارا صحيحا. نلقي نظرة إن شاء الله تعالى على كل هذه الأمور. طيب، نبدأ بحديثنا عن الرؤية والأهداف. فلا بد في البداية أن نتكلم عن التخطيط الاستراتيجي، لأن الرؤية هي جزء من التخطيط الاستراتيجي. كل جزئية ونقطة نخلص منها إن شاء الله تعالى سيكون عندنا نقاش، إن كان فيه بعض الأسئلة والاستفسارات. ودنا الكلام يكون كلام عملي تطبيقي يخدمنا يفيدنا بقدر المستطاع، رح نعطي أمثلة واقعية عملية. وش المقصود بالتخطيط الاستراتيجي؟ وش المقصود بالتخطيط الاستراتيجي؟ حد يعطينا كلمة كذا عن الموضوع؟ ها؟ بعيد المدى. ممتاز جدا، أنا أبحث عن هذه الكلمة. لما نقول تخطيط استراتيجي بعيد المدى، ولاحظ أيضا أنه شامل، يعني فيه نظرة واسعة. فنستطيع أن نعرف، نقول هو دراسة، له تعريف كثر الحقيقة، ولكن هذا من أسهل التعاريف. نقول دراسة الواقع بكل أبعاده ومظاهره، ثم وضع رؤى وأهداف بعيدة المدى، ثم نحدد الوسائل التي توصلنا إلى هذه الرؤية. إلى هذه الرؤية، الرؤية بالمناسبة ترى لكل، على مستوى، حتى على مستوانا كأفراد، يفترض أن كل واحد منا لديه رؤية. رؤيتك لنفسك من أنت بعد كذا سنة؟ حدد. يعني إذا كنا نقول رؤية المملكة 2020، ترى مفروض مؤسسات عندها رؤى 2020، مفروض الوزارات لها رؤى 2020، مفروض نحن كأفراد يكون لدينا رؤية. من أنت 2020، 2025، 2030؟ هي الحقيقة نوع من الطموحات القابلة للتحقيق والتي نرغب في أن نصل إليها. هذا باختصار. سنعرف الرؤية ونشوف بعض النقاط التي تتعلق بها. يعني طبعا مكونات التخطيط الاستراتيجي، أولها الرؤية الفيجن، ثم بعدين نتكلم عن الرسالة يعني الطريق الميشن، ثم القيم والضوابط الفاليوز التي تضبطنا، ثم نحول الرؤية إلى أهداف استراتيجية، وهذه الأهداف الاستراتيجية تتحول إلى أهداف تفصيلية راح نتكلم عنها كأهداف ذكية، كأهداف ذكية. طيب، نعرف الرؤية لها. فنقول ببساطة تصور ذهني لوضع المؤسسة المستقبلي. إذن الرؤية ببساطة تصور ذهني، ما هي صورة المؤسسة بعد 5 سنوات؟ ما هي صورة المؤسسة بعد 10 سنوات؟ لما نتكلم عن المؤسسة نتكلم عن أي تجمع تنظيمي، يعني نتكلم عن شركات، نتكلم عن وزارات، نتكلم عن إدارات، نتكلم عن أقسام، نتكلم عن جمعيات، كلها نقابات، كل هذا يندرج تحت المؤسسة أو تسمية المؤسسة بشكل عام في الإدارة. فهي تصور ذهني، أين نريد أن نصل، وش حجمنا، وش وضعنا، سوقنا، عملائنا، منتجاتنا، أين نحن باختصار. طيب، طبعا تتحول هذه الرؤية إلى نظرة واقعية، يفترض أن جميع أفراد المؤسسة يلتزمون ويؤمنون بها، ونلتزم فيها طبعا بأننا سنقدم مستوى معين من الخدمات والمنتجات. طبعا ما في شك الرؤية لابد أن تكون مرتبطة بوقت معين أو بتاريخ معين نريد أن نصل إليه. يعني هذا الحلم لازم يكون مرتبط بوقت معين أو تاريخ معين للوصول إليه، وإلا فلن نصل، إذا كانت المسألة مسألة عامة. طيب، ماذا تشمل الرؤية؟ لاحظوا معي. طبعا سنحدد الآفاق العامة للوضع الذي تطمح المؤسسة للوصول إليه. يعني بدنا ندخل في بعض التفاصيل شوي. الرؤية تعبر عن هوية المؤسسة المستقبلية، ف
ففيها جزء من تعريفنا لهوية المؤسسة واتجاهها وعملائها وطبيعتها. الرؤية نحولها إلى عبارات موجزة راح نأخذ أمثلة عليها حول ما تسعى المؤسسة إلى إنجازه والغاية المركزية لوجودها. ولذلك لابد لكل مؤسسة أن يكون لديها مثل هذا مثل هذه العبارات مثل هذه الرؤية، وأنها تكون موزعة على العاملين فيها، وأن كل عامل مهما اختلفت مستوياتهم يكونون عارفين ومؤمنين بهذه الرؤية مقتنعين فيها يعملون من أجلها. يعني هي جزء من تحديد الهوية للمؤسسة، وأيضا هي مرتبطة بهوية الأفراد الذين يعملون في هذه المؤسسة. فكل ما كانت المؤسسة لها طموحات عالية ورؤية عالية ورؤية على مستوى معين، كل ما كان انعكس أثرها على العاملين. طيب، صفات الرؤية، نتكلم عن صفات كذا مختصرة سريعة. لابد يكون لها معنى واضح، لابد أن تكون سهلة الاستيعاب والتطبيق، يعني ما تحتاج تقرأها أكثر من مرة عشان تفهم وش المقصود أو المطلوب. بعض الرؤى شفنا بعض الرؤى والبعض مؤسسات وبعض جهات تتعب أحيانا وانت يعني تريد أنك تفهم، أحيانا الرؤية يكون امتدادها طويل تتكون من عدة جمل، هذا يعني يخل بالرؤية إلى حد كبير. ولو طلعتم على الرؤى العالمية لكثير من الشركات والمؤسسات العالمية ستجدون أنها عبارات مختصرة أحيانا لا تتجاوز السطر، أوكي، فبعضها يعني ما يحتاج أن توصل سطرين ثلاثة سطور. لابد أن تكون واقعية يعني قابلة للتحقيق، طبعا تكتب في الزمن المضارع طريقة صياغتها، تكون مكتوبة ومعلنة. معلنة يا جماعة يعني موجودة في كل مكان، معروفة في المؤسسة، تفتح موقع الانترنت تجدها مباشرة، تفتح التطبيق تجدها مباشرة، في المؤسسة نفسها في مبناها إذا دخلت تجدها معلنة في أكثر موقع أكثر من مكان، تعلن للعاملين تصلهم، بل حتى ممكن أنها تشرح لهم يفهمون أبعادها ما المقصود فيها حتى يعيشون الموضوع ويعيشون هذه الهوية. طيب طبعا أرجع للمسألة هذه، هل هذا موجود لدينا؟ يعني كل واحد منا من الموجودين جاي من مؤسسة أو من جهة أو كذا، هل تعرف الرؤية تبع المؤسسة التي تعمل بها؟ من يعرف الرؤية تبع المؤسسة التي يعمل بها؟ ها؟ ولا واحد؟ شفتم من الخلل اللي موجود عندنا، مع ملاحظة أن كثير من الجهات والمؤسسات عندنا الآن عملت خطط استراتيجية. طيب عملت خطط استراتيجية معناها في رؤية، طيب وين الرؤية؟ في الأوراق في الدروج وكذا، طيب ما الفائدة؟ هذا مع الأسف لما نجيب كثير من النظريات الإدارية وكثير من المفاهيم الإدارية ونجي نطبقها، مع الأسف نطبقها شكلا ولا نطبقها حقيقة، فبالتالي من الطبيعي لا نحصل على نتائج في الموضوع. نرجع نقول المفروض تكون مكتوبة ومعلنة، بل أكثر من هذا وذاك، يعيشها كل فرد من أفراد المؤسسة. بل أكثر المؤسسات العالمية نجاحا تجدون حتى العامل، عامل النظافة يعني أقل المستويات في المؤسسة واللي بعيد عن الأفكار الإدارية والبعيد عن التخطيط الإداري يعرف رؤية المؤسسة وإلى أين تتجه، وبالتالي هو يعيش هذا الموضوع ويعيش هذه الهوية، وبالتالي هو يشعر في عمله أنه يحقق هوية معينة. يعني تغير الفرق، يعني يصبح هنا فيه نوع من الولاء للمؤسسة أكثر، نوع من الولاء لمكان العمل أكثر، ما يكون الإنسان منفصل. يعني مشكلة مؤسساتنا أن العامل أو الشخص منفصل، له طموحاته وأحلامه وأوضاعه التي يعيشها خارج المؤسسة فقط. مجرد علاقته بالمؤسسة أن يجي يسوي بس أقل شيء ممكن، يستلم الراتب نهاية الشهر ويمشي، هذا الشكل لن يبني لنا مؤسسات ذات كفاءة عالية، لن يبني لنا مؤسسات طموحة، لن نرتقي ونتطور إذا ما كانت هذه المسائل موجودة معروفة متعارف عليها نطبقها تطبيقا حقيقيا. طيب نقول قابلة للتنفيذ، طبعا ما في شك أنها واقعية قابلة للتنفيذ، تعبر عن قيم راسخة وباقية. كل مؤسسة يفترض أن لها قيم، راح نتكلم عن قيم بعد شوي، مع الأسف برضه هذه الأشياء المفقودة عندنا. وش القيم المؤسسية التي تعيش فيها والمؤسسة تتبناها؟ تجد كثير من الناس لا يستطيع أن يجيب عليها، بل أحيانا حتى المدراء. طيب لابد أن تكون شاملة. خلونا نأخذ أمثلة، نأخذ أمثلة على الرؤى. مثلا تجي مؤسسة تقول أن نعرف لدى عملائنا بأننا الأفضل في المنطقة في مجال مثلا الخدمات الاستشارية. طيب الكلمتين اللي باللون الأحمر تقدر تغيرها وتصلح لأي مؤسسة، ولكن لازم تكون واقعي في المسألة هذه. أن نعرف لدى عملائنا بأننا الأفضل في الرياض مثلا في مجال الخدمات مثلا الترفيهية، ممكن إذا كانت واقعية وهذه رؤيتكم التي تريدون أن تصلون إليها. ممكن أن نعرف لدى عملائنا بأننا الأفضل في المملكة في مجال خدمات التأمين مثلا،
هذه رؤية ممكن أن تكون لإحدى المؤسسات، أن نعرف لدى عملائنا بأننا الأفضل أو بأننا الرواد في العالم في المجال الفلاني. ممكن أن يكون هذا رؤية لإحدى المؤسسات. طيب مثلا أن نكون المورد الرائد للحلول ونظم المعلومات مثلا العربية، أو غير الكلمة اللي باللون الأحمر مثلا إلى الشيء مثلا اللي أنت متخصص فيه أكثر في مجال المعلومات، مثلا نظم المعلومات الهندسية مثلا. هذه رؤية مثلا. طيب في رؤية لإحدى الشركات العالمية تقول لنصبح الشركة الرائدة في العالم لمنتجات وخدمات السيارات. لنصبح الشركة الرائدة في العالم لمنتجات وخدمات السيارات، هذه رؤية حقيقية لمن؟ حد يعرف لأي شركة؟ جنرال موتورز؟ لا، جيرانهم. أوكي، هذه الفورد، هذه الرؤية لشركة فورد. طيب تخيل أنك في المؤسسة في المكان اللي تعمل فيه ألوف العاملين بمختلف المستويات الإدارية يعيشون هذه الرؤية، وهي موجودة في كل موقع وفي كل مكان، بل لديهم برامج وين وصلنا وش حصلنا وماذا عملنا، ويشارك ويساهم فيها الجميع، ليس مجرد أنك تكون تنفيذي فقط. واحدة من مشاكلنا الإدارية أن العاملين مجرد تجي يتلقى أوامر ويبدأ ينفذ، لم يكن فيه ولاء للمؤسسة وتبني للأعمال إذا كنا نتعامل بهذه الطريقة. الإدارة الآن الوضع مختلف، يجب أن يكون لدى المدير القدرة على الأخذ من العاملين، أخذ آرائهم، تبني بعض الآراء، شكرهم، السماح لهم، وإيجاد آلية وطرق للاقتراحات، تبني بعض هذه الأفكار والاقتراحات، المشاركة في الرأي، كل هذا يا جماعة ينعش المؤسسة والعاملين ويشعرون بأنهم جزء منها وجزء من هويتها، يصبحون يعملون كأنهم يشعرون بولاء، يشعرون بنوع من الولاء للمؤسسة. ستختلف طبيعة وطريقة العمل في هذه الحالة. طيب أسئلة تساعد على صياغة الرؤية. ما هو المجال الذي تعمل فيه المؤسسة؟ ما هي الأنشطة التي تسعى المؤسسة أن تعمل بها في المستقبل؟ يمكن بعضكم يكتب وكذا، براحتك، أنا راح أعطيكم البرزنتيشن في نهاية المحاضرة لمن يشاء، ولكن إن بغيت تكتب مثلا أو تعلق أو كذا. دائما إذا كنا نشرح الأفضل أنك يعني تحاول أنك تركز قدر المستطاع وتستوعب، ممكن الكتابة أحيانا يعني تطلعك خارج الموضوع شوي. طيب ما هي الأنشطة التي تسعى المؤسسة أن تعمل بها طبعا الآن وفي المستقبل؟ ما هي رغبات واحتياجات العملاء؟ ما هي توقعات أصحاب المصلحة والتأثير المؤثرين والمعنيين بالمشروع، وهم عدد كبير، ليس فقط الكاستمر أو العميل، بل كل من له علاقة بالموضوع. طيب من هم المنافسون للمؤسسة؟ لأنهم سيضعون حجمك ووضعك، فما تقدر تقول سنكون الرواد على مستوى المملكة في المجال الفلاني وفيه مسافة شاسعة بينك وبين بعض المنافسين، يعني تكون واقعي أكثر. طيب ما هو حجم القطاع الذي ننافس عليه؟ حجم المنافسة طبعا. ما هو تأثير التكنولوجيا على مجال عمل المؤسسة في المستقبل؟ كل هذه الأمور تساعدنا إذا أجبنا عليها جيدا على صياغة رؤيتنا للمؤسسة احنا وين رايحين. طيب بعد الرؤية في التخطيط الاستراتيجي تجي الرسالة. الرسالة هي طريقنا للرؤية، إذا اعتبرنا أن الرؤية هي حلم أو صورة نريد أن نصل إليها، الرسالة تقدرون تقولون تصيغ كيف راح يكون طريقنا. طبعا صياغة عامة ليست تفصيلية، التفصيل راح يكون في شيء ثاني. نعرف الرسالة فنقول هي صياغة الأساليب والطرق التي تعمل على تحقيق الرؤية، يعني بيكون عندنا أشبه بالمسار، تعبر عن مهمتنا، هي مهمة ميشن هي كمؤسسة، ولذلك أيضا يجب أن نفهمها ونفهم ما هي رسالتك في رسالة المؤسسة اللي هي رسالتك في مجال العمل. طيب ماذا تشمل؟ طبعا هي دستور المؤسسة، وهي كالهوية الشخصية للفرد، الفرد العامل. أوكي، قد تكون رسالتنا في خدمة العملاء، وأن العملاء أولا، وأننا نبحث عن البحث والتطوير والإبداع والابتكار لنحقق رؤيتنا. هي قاعدة تشتق منها أهداف، تصمم منها الاستراتيجيات، هي إجابة عن السؤال المهم التالي: ما هو عمل المؤسسة؟ يعني رسالة تصيغ إلى حد كبير ما هو عمل المؤسسة، تعبر عن المبرر الرئيسي لوجود المؤسسة وماذا تريد أن تحقق والفئات التي تتوجه لها بالخدمة. ما في وقت الحقيقة نأخذ على الموضوع الرسالة وبعض الأشياء الأخرى تفاصيل، يمكن الرؤية هي اللي كنا نحتاج نتحدث عنها بتفصيل أكثر. نأخذ الأشياء الأخرى فقط بمجرد يعني معلومات عامة. تعالوا نتكلم عن القيم، الفاليوز. كل مؤسسة ترى يفترض أن يكون لها قيم، هذه قيم المؤسسية الخاصة بالمؤسسة، ويفترض أن كل عامل من العاملين يعرفها.
بعض المؤسسات قديما كانت توزع كروت، تكلم عن جنرال موتورز وغيرها من الشركات الكبيره العالميه اللي تعيش مثل هذه الاشياء. القيم يعطونك اياها في كرت مكتوب للقيم ومعانيها، بل حتى في بدايه كل يوم في اجتماع صباحي او كذا تعاد وتكرر فيه القيم على العاملين من اجل ان يعيشوا. هذه هي المساله، يمكن نضرب امثله على موضوع القيم. طبعا هي المبادئ والمعتقدات التي توجه السلوك لدعم الرؤيه والرساله. مثلا من قيمنا اللي هي الثقه، من قيمنا مثلا اللي هو العمل الجماعي. معناها عندنا قيمة في المؤسسة هذه ان ترى نقدس العمل الجماعي ولا نقدس العمل الفردي مثلا. طبعا الثقة وليس يعني التشكيك او عدم الثقة ما يعاكسها. الناس اولا، يجب ان تهتم بالاخرين، يجب ان تهتم بالناس. الناس نقصد فيهم كل شيء يؤثر عليه مجال عمل المؤسسة، ما نتكلم عن العملاء فقط، بل نتكلم حتى عن العاملين لدينا، اننا نهتم بهم انهم اولا. نتكلم عن الابداع، أنه يكون عندنا نوع من الابتكار والإبداع. حرصنا وحفاظنا على الجودة، الجودة قضية مثلا لنا، واحدة من قيمنا التي تبرز عندنا في هذه المؤسسة. لاحظوا معي بعض هذه القيم، طبعا المسؤوليات والحرص على المسؤوليات، بعض هذه القيم مثلا معروفة لدينا مثلا عند بعض المؤسسات التي نتعامل معها وبعض الشركات. يعني بمجرد أحيانا ما يذكر اسم الشركة الفلانية، المؤسسة الفلانية، يجي في بالك مباشرة الجودة، يجي في مباشرة في ذهنك مثلا مسألة الابتكار والخروج بشيء جديد والإبداع. يعني لو قالوا جوجل طلعت منتج جديد، تتوقع أنه منتج تقليدي مثلا؟ ليش طيب راح بالنا على هذه المسألة؟ لأن عندهم قيم معينة يشتغلون عليها، وبالتالي هي مزروعة وموجودة داخل العاملين في المؤسسة من أعلى الهرم الإداري إلى أسفل الهرم الإداري، وأيضا انطبعت عند شركائهم وعند العملاء ويعني على ذلك المجال. كواليتي، الجودة. إذا قال لك الشركة الفلانية أو المؤسسة الفلانية أنهت المشروع الفلاني أو عملت المنتج الفلاني، وفي انطباع عن الجودة عند هذه على هذه عند هذه المؤسسة، الانطباع موجود عند الجميع، كل من يتعامل معها موجود عند العميل. أحيانا العميل يروح يشتري مباشرة فقط لمجرد أن في شعار المؤسسة الفلانية أو الشركة الفلانية على المنتج الفلاني. طيب طبعا تحدد أسلوب تقديم الخدمات والمسؤوليات والأولويات مثل ما ذكرنا قبل شوي. يعني بعض الصفات للقيم هي كل ما تؤمن به المؤسسة من معايير أخلاقية. لاحظوا معي أن في المؤسسة المعايير الأخلاقية يعني لها وضع كبير هنا، ليست فقط مجرد معايير إدارية ومعايير مؤسسية. من المعايير الأخلاقية مثلا الثقة اللي تكلمنا عنها مثلا قبل شوي. من المعايير الأخلاقية مثلا الشراكة المجتمعية، الحرص على الناس مثلا. يعني لما تكون إحدى المؤسسات عندهم من القيم مثلا الحرص على الشراكة المجتمعية، كيف راح يغير هذا في مشاريعهم وخدماتهم ومنتجاتهم؟ ستصبح مراعاة عند تقديمنا لأي خدمة أو منتج أو أي مشروع جديد، أنه لابد يكون في عندنا مثل هذا الموضوع. بل يفترض أن الإدارة العليا تسأل وتستفسر عن هذه المسألة، بل نضعها أحيانا من المعايير التي بناء عليها سنختار المشاريع المناسبة في هذه المؤسسة. طيب يفضل أن تكون من 5 إلى 7 قيم، يعني هذا الوضع العام، ما أنت ملزم بشيء. أرامكو عندها 10 قيم أكثر من القيم هذه، ما في مشكلة. طيب ممكن أن تكون القيمة أكثر من كلمة، لا ليس شرطا أن تكون مجرد كلمة، ممكن تكون جملة. يفترض أن يشارك في صياغتها الجميع وتعكس رسالة المؤسسة. بعد القيم نجي في تخطيط الاستراتيجي للأهداف الاستراتيجية. الأهداف الاستراتيجية يا جماعة هي عبارة عن أهداف بعيدة المدى، غالبا هي أهداف وصفية، نضرب عليها أمثلة بعد شوي. طيب شو الفائدة من الأهداف الاستراتيجية؟ هي الحقيقة ترجمة لوصولنا للرؤية. يعني كل ما وضعناه في الرؤية ثم حددناه بعدين طريقه ومساره بالرسالة، يفترض أن الأهداف هذه أنها تحقق وتوصلنا لهذه الرؤية. أوكي، طبعا لازم تراعي القيم اللي ذكرناها سابقا، الفاليوز. صفات الأهداف الرئيسية طبعا تنبع من الرسالة، تشكل الغايات بعيدة المدى للمنظمة اللي تكلمنا عنها اللي هي الرؤية، فهي تشكلها، تشكل الرؤية. فإذا أردنا أن نكون رواد في المجال الفلاني، ما في شك أن بيكون عندنا أهداف استراتيجية محددة في الأماكن الفلانية، في المناطق الجغرافية الفلانية، في المنتجات الفلانية، في المجال الفلاني. يفترض أيضا أن يشارك في صياغتها الجميع، يعملون حلقات نقاش،
مسودات الرؤية، الرسالة، الأهداف يفترض أنها تعرض في الأقسام وفي الإدارات، تؤخذ الآراء عليها، تناقش، تعدل، ثم في النهاية تعطى بشكلها النهائي وتوزع على العاملين. طيب، هي تجيب على هذا السؤال كيف سنصل لتحقيق الرؤية باختصار. الأهداف الاستراتيجية أهداف وصفية عامة. طيب، نرجع نقول إحنا في الإدارة ترى الأهداف العامة غير المحددة يصعب تطبيقها، يصعب قياسها، يصعب إدارتها، يصعب المحاسبة عليها. يعني لما تعطي هدف عام من دون تفصيل يصعب أن نقول إحنا حققنا أو لم نحقق، أن نحاسب كذا، نعمل كذا، هل ما صرفناه حتى الآن يساوي الشيء اللي حصلنا عليه. ولذلك نحول الأهداف الاستراتيجية يا جماعة إلى أهداف تفصيلية، يعني نسميها بدقة الأهداف الذكية، السمارت جولز. هي أهداف محددة قابلة للإنجاز والقياس، فهي أسلوب عملي لتحويل الأهداف الاستراتيجية الوصفية لأهداف دقيقة قابلة طبعا للإنجاز والقياس. صفاتها سمارت، هي جابوها من كلمة سمارت لأن كل حرف من هذه الحروف يعني وصف معين، فهي لابد أن تكون طبعا هنا سبيسيفيك، يعني محددة، يعني لابد أن يكون الهدف هدفا محددا، أن نكون الأفضل في مجال كذا. لا يصح أن نقول الأفضل بشكل عام، لابد أن تكون محدد الأفضل في المجال الفلاني. قابلة للقياس، يعني نستطيع أن نقيسها، فنقول نكون من أفضل 3 شركات على مستوى المملكة في المجال الفلاني، هذه قابلة للقياس. أوكي، أن نصل للحدود الفلانية، حدد هذه الحدود فتكون قابلة للقياس. أن نصل 1000 عميل خلال السنة القادمة، أن تصل مبيعاتنا إلى 10 مليون في المجال الفلاني في المكان الفلاني، محددة وقابلة للقياس. قابلة للإنجاز، يعني ما نتكلم عن شيء غير واقعي لا نستطيع أن نصل إليه، خارج صلاحياتنا، خارج حدودنا. لابد أن تكون مرتبطة. مرتبطة بإيش الأهداف؟ مرتبطة بالرؤية، نعم مرتبطة بالرؤية، بخطتنا الاستراتيجية. لاحظتم معي؟ فإذا كنا نريد أن نتحول إلى مؤسسة تقدم خدمات إلكترونية والتركيز على الخدمات الإلكترونية، فليس من المناسب مثلا التوسع في فتح فروع مثلا، إلا ممكن مثلا بحدود معينة. فبالتالي لابد أنها تكون مرتبطة. شوفوا كيف ضبطتنا المسألة هنا، لما يكون الهدف ذكي محدد. لابد أن يكون الهدف، حتى يكون هدف ذكي، يكون مؤطر زمنيا، فما في أهداف عندنا ليست مؤطرة زمنيا. فحينما نقول أننا نريد أن نصل إلى كذا ونحصل على كذا، لابد أن تحدد مثلا بحلول العام الفلاني، بالتاريخ الفلاني، في الوقت الفلاني. أوكي، طيب، هذه معانيها وهذه الحروف المختصرة منها، وعليها التفصيل، وعليها نبني عليها القياس، ونستطيع أن نقيس أهدافنا كيف، هل هي مطابقة أو ليست مطابقة. طيب، نأخذ شيء عملي كذا سريع في الموضوع. كيف نحول الأهداف الاستراتيجية إلى أهداف محددة، أهداف ذكية، حتى نستطيع بعدين نبني عليها؟ أوكي، نحن نواجه مشكلة كبيرة عند كثير من الناس، كثير من المؤسسات يقولون عملنا رؤية، عملنا رسالة، وسوينا خطة استراتيجية، ثم ما صار شيء، ما استطعنا. دائما في جاب، في فراغ هنا بين الخطط الاستراتيجية وبين أعمال المؤسسة. يفترض أن يكون عندنا هنا الربط في الموضوع، أن نحول الأهداف الاستراتيجية. مثلا مؤسسة تريد أنها تتحول من شركة محلية إلى إقليمية، من محلية إلى شركة إقليمية. افترض أنها تريد أن يكون عندها عملاء ومكاتب مثلا في الخليج، في الأردن، في كذا. هذا هدف استراتيجي. افترضوا أن نظن رؤيتنا في المؤسسة في 2020 أننا نكون تحولنا هذا التحول. طيب، هذا الهدف لا يمكن قياسه، يعني إذا جينا في 2020 كيف نقيس أنه تحولنا ولا ما تحولنا؟ لابد يكون عندنا معايير معينة. فممكن أن نحول هذا الهدف إلى أهداف ذكية قابلة للقياس، مثل نقول فتح 3 فروع في دول الخليج والأردن. هذا هدف قابل للقياس ومحدد ويصب في الهدف الاستراتيجي الرئيسي. ممكن نضيف مثلا أهداف أخرى، فنقول إلى الوصول إلى حجم مبيعات لا يقل عن 20% من مجمل مبيعاتنا. يعني مجمل مبيعاتنا مفروض 20% يصير منها
إقليمي أو خارجي، فبالتالي ممكن نكون مثلا حققنا الهدف. مثلا أن نصل إلى 1000 عميل على الأقل في خارج المملكة. إذن هذه المعايير مثلا حولتنا بحسب قياسنا إلى شركة إقليمية وليست محلية، نستطيع أن نقيس هذا الكلام. وبالمناسبة هذه الأهداف الدقيقة، الأهداف الذكية، نستطيع، راح تشوفون يعني واضح من دون ما ندخل في بعض التفاصيل اللي راح تجي بعدين ما ودي أستبقها، أنها قابلة للإنجاز. يعني بدينا الآن نفكر بشغلات عملية وبخطوات عملية، بينما سابقا الموضوع كان واسع ومبهم. طيب مثال آخر، هدف استراتيجي التحول إلى الخدمات الإلكترونية. إحدى المؤسسات تريد أن تتحول إلى الخدمات الإلكترونية وتخفف من الأعمال الورقية. طيب هذا كلام 2020، كيف نقول والله وصلنا ولا ما وصلنا، حصلنا عليه أو ما حصلنا، حققنا وما حققنا، حققنا بشكل مرضي أو بشكل غير مرضي. نحول إلى أهداف ذكية، فممكن نقول مثلا من الأشياء اللي راح نعملها أن سنفتح قنوات للدعم الفني إلكترونية، بريد إلكتروني ومحادثة مباشرة، تشات ولايف تشات وكذا، للتكنيكال سبورت، للدعم الفني. منها مثلا نقول سنعمل أو من أهدافنا تيسير إرسال الطلبات للعملاء ومتابعتها إلكترونيا، يعني العميل يستطيع أن يرسل الطلب ويستطيع أن يتابع إلكترونيا دون أن يأتي إلى المحل مثلا أو الموقع أو مكتب الشركة. إذن هذا يصب في التحول للخدمات الإلكترونية، وهو هدف ذكي قابل للقياس، قابل للإنجاز، قابل للتحقيق، مؤطر طبعا إذا قلنا 2020 إلى آخره. مثلا ممكن نقول نريد أن نحول المراسلات الداخلية إلى إلكترونية بالكامل، ما يعني يجي 2020 إلا ونحن حولنا مراسلاتنا الداخلية إلى إلكترونية بالكامل. إذن هذا أيضا من الأهداف الذكية القابلة للقياس اللي حولنا منها الهدف الاستراتيجي. أوكي طيب، خلونا نناقش الشيء اللي مرينا عليه. هل في أسئلة واستفسارات؟ أسئلة واستفسارات على ما مضى؟ تفضل. موضوع الرؤية والرسالة، أي كان في كتاب مشهور جدا نزل يمكن قبل 4 سنوات اسمه بيلت تو لاست، أو شركات انشئت لتدوم لتبقى. نعم، ترجم بالعربية لجيم كولينز وأعتقد بوراس. أي كانوا بينفون الموضوع هذا وأثبتوا أن الشركات اللي بقيت ما كان عندها رؤية أصلاً. إيه. وينها 3M مثلاً؟ إيه. هذه حالات معينة، أنا وجهة نظري أنها حالات خاصة، والحالات الخاصة لا نقيس عليها. مسألة أخرى، سمعنا كثير من الناس مثلاً يقول التخطيط الاستراتيجي انتهى وكذا، طيب نقول طيب ما البديل؟ يقول لك البديل للفلسفة الفلانية، يوم تجي في تفاصيلها تجدها تحقق لك نفس الأهداف ولكن بأسلوب وبطريقة أخرى. نحن لسنا متمسكين ترى بموضوع خطة استراتيجية وهذه التسميات والكذا، نحن متمسكين بما يوصلك إلى تحقيق أهدافك، اعمل به من أي آليات ومن أي أدوات، ما عندنا مشكلة. طيب الحقيقة الواقع أن أغلب الشركات والمؤسسات لديها رؤى ولديها رسالة ولديها قيم وتعمل من خلالها، يعني شفنا فورد وشفنا غيرها من الشركات والمؤسسات. تفضل. سنة تنو. لا، القيم كل أخرى. طيب شكرا لك. القيم الحقيقة كل شركة ومؤسسة تختار قيمها التي تتناسب مع طبيعتها وطريقتها وعملها. ذكرت أنت القائمة. أي. أعتقد أن أغلب المؤسسات القيم لها يعني. هو شوف القيم، ستجد بعض القيم تجدها قيم مشتركة. يعني كثير من الأشياء، كثير من المؤسسات الآن تتكلم مثلا عن العمل الجماعي وأصبح قيمة من القيم، بس أصبح ميزة. لاحظت معي؟ حينما نضعه كقيمة يفترض أن يتحول عندي في المؤسسة إلى عمل حقيقي يتبنى. لاحظت معي؟ لكن في مؤسسات ما تتبنى هذا الفكر وهذه الطريقة. أي. أوكي. الشراكة المجتمعية، ليست كل المؤسسات تتكلم من خلال الشراكة المجتمعية أنها تحقق شيء مثلا مجتمعي. ليس كل المؤسسات مثلا عندهم العميل أولا. لاحظت معي؟ الموضة اللي طالع عند بعض الناس يسوي لك قيم مثل ما ذكرنا، رؤية ورسالة، وتوضع على جنب
حتى لو وضعت في لوحة في مكان معين أو الأخير، لكن حقيقة وواقع المؤسسة لم يترجم هذا الكلام. سؤال تفضل. معالي المهندس، أنت تكلمت على الولاء للمكان. أيه. زين. طيب بعض الموظفين ما يحس بالاستقرار الوظيفي. أيه. حلو. لأن أصلاً صاحب العمل هم ربحي أكثر ما يكون ولاء. بالضبط. للموظفين. فإيه ليه تتكلم هذه النقطة؟ طيب. هذه واحدة من مشاكلنا الحقيقة في ثقافتنا الإدارية. مع الأسف الثقافة الإدارية عند كثير من المدراء وأصحاب الشركات والمؤسسات هو يبحث عن الربح أولاً ولا يفكر في الآخرين ولا يفكر في العاملين ولا يفكر في أوضاعهم، مع أن معظم كل قصص النجاح الموظف يهتم به أولاً. يمكن سمعتم قبل فترة عن إحدى الشركات والمؤسسات اللي حصل عندهم طبعاً المشاكل الاقتصادية اللي حاصلة في العالم والأزمة الاقتصادية اللي صارت في عام 2008 وسببت كثير من المشاكل، وكثير من الشركات استغنت عن كثير من الوظائف. في قصة انتشرت عن إحدى المؤسسات كان لابد من الاستغناء عن عدد من الموظفين، 10% تقريبا من الموظفين، فالمدير طلع بفكرة جديدة وعرضها على مجلس الإدارة وتمت الموافقة عليها وعمموها على اقتراح هذا على العاملين، فقالوا بالتالي بدلا من أن نفصل 10% ونستغني عنهم، ما رأيكم الكلام للموظفين أن كل موظف يأخذ إجازة مدة شهر من دون راتب؟ يعني تستغني عن شيء، يعني تستغني عن حوالي 9% 8% من دخلك السنوي في مقابل أن نبقى جميعا. لاحظ معي المسألة هذه كيف كان ردة فعلها. ردة فعلها كان ردة فعل معنوية عالية جدا عند الموظفين، فتم تبرعوا بأربع أسابيع، بل بعضهم تبرع بأكثر مساهمة في هذا الموضوع وحافظوا على الموظفين. طيب وش اللي حصل في العمل في الشركة في المؤسسة؟ وش اللي صار؟ صار في نوع من التفاني ونوع من العمل المخلص الغير عادي. اللي حصل أظن كانوا محتاجين وكان عندهم مشكلة 10 مليون دولار أو شيء زي كذا، حققوا ضعفها تقريبا زيادة مع أخذ الرواتب أو أخذ الاستغناء عن الرواتب للفترات القصيرة هذه، ولكن اللي حصل بسبب الإنجاز والأعمال الإضافية التي تمت حصل دخل أعلى. تصوروا طبعا يفترض هنا الآن أنه يترجم إلى مكافآت لجميع الموظفين. فنرجع نقول عند أصحاب الشركات والمؤسسات وأصحاب الشركات بل حتى في الجهات الحكومية، الموظف إذا ما كان راضي ويشعر بأمان وظيفي ويشعر بولاء للمؤسسة لن ينتج، بل في قياسات للإنتاجية في بعض المسائل يقول لك إنتاجيته 50% من الإنتاجية التي يستطيع عليها، يعني موظف تحت الضغط لا ينتج أكثر من هذا الوضع، بينما لو استطعت أنك تعطيه الوضع ويشعر بهذا الولاء داخل المؤسسة ممكن يعطيك نسبة أعلى. بل في أساليب وطرق الآن يتكلمون عنها، مسألة أنك كيف تصل إلى 100% بل أعلى من 100%، في دراسات تصل إلى أعلى من 100%. تقول كيف يصل إلى أعلى من 100%؟ تقول أعلى هذا 100% خلاص، وهذا الدوام وثمان ساعات وانتهى وأعطاك كل ما لديه. بالمناسبة نقول الدوام وثمان ساعات مجهود 100% ترى لا يعني أنه شغال مثل الماكينة، يعني يبقى له حاجة. الطبيعي في الإنتاجية أنك كل ساعة تقريبا في 10 دقائق تحتاج فيها راحة أو خروج عن الوضع أو خدمات أخرى، يعني متكلم عن دوام 8 ساعات طبيعي دقيقة دعا فيها هذه الراحة وأخذ النفس. لاحظتم معي، نحن لا نتكلم عن آلات لكن نتكلم عن إنجاز وأعلى. تخيلوا معي أن بعض الدراسات وصلت أنه بسبب بعض الأساليب الإدارية والولاء العالي والشعور بأنه جزء من هذه المؤسسة أنه 110 تقريبا و 120%. تقول لك يداوم اكثر، ما يشعر بساعات العمل، هو يستمتع بها. بغيت تقول شيء؟ ممكن خارج العمل. اشكرك، يسوق. تصور معي حينما يكون لديك ولاء للمؤسسه، جزء كبير من احاديثك الاجتماعيه والخارجيه سيكون حول هذه المؤسسة وقوتها ووضعها وترابطها وشعورنا تجاهها. مع الأسف المسألة هذه ترى يمكن مفقودة عندنا لحد كثير في مجتمعات. المؤسسات
قليلة أو محدودة أو كذا، اللي إذا جانا واحد منها يتكلم عنها مثلا ويتكلم بولاء عن المؤسسة وعن وضعها وأنه مسوى وعمل وأعطونا كذا كذا. أوكي طيب، هل في سؤال استفسار؟ نأخذ سؤال أخير، تفضل. القيم، القيم ثم الأهداف. كيف؟ الغايات هي الأوبجكتيف، الأهداف الاستراتيجية، بس يعني كتبناها بتسمية أخرى. أوكي هي نفسها. طيب نتكلم الآن عن المشاريع وإدارتها. محاضرتنا عن الرؤية والمشاريع، أخذنا الرؤية فهمناها، الآن تعالوا نتكلم عن المشاريع. ثم النقطة الثالثة والمحور الثالث اليوم راح نشوف هل في علاقة أو لا، وكيف راح تكون العلاقة. أول شيء المشاريع، بس نصحح بعض المفاهيم الموجودة عن المشاريع. من يعرف لنا المشروع؟ وش هو المشروع؟ عمل محدد في وقت محدد. حلو، غيره؟ حد يقول شيء ثاني؟ تفضل. له ميزانية محددة. ها طيب، في خلط عندنا، لاحظوا معي، اذا بغيت تنزل السوق وتشتغل صح ك يعني مستثمر او كاداري صاحب مؤسسه او تعمل في مؤسسه او تريد انك تنشئ عملك الخاص، لابد ان تميز حتى تستطيع انك كل شيء بوضعه، تتعامل مع كل شيء بوضعه. يعني بعباره ثانيه، الان الميكانيكي اذا جاء سياره فيها عطل او مشكله، لازم اول شيء يعرف نوعها، صح ولا لا يا جماعة؟ حتى يستطيع أن يتعامل معه، لأن كل سيارة لها نوعها وضعها، خصوصا لما تتكلم عن التصنيفات الرئيسية للسيارات مثلا، كل منها له أدواته وله طرقه وله وضعه. لازم نفهم المشاريع ونفهم وين المشاريع. الناس يخطئون كثيرا ترى في فهمهم للمشاريع، يدخلون أشياء ليست من المشاريع. طب ليست من المشاريع أجل من إيش؟ من شيء آخر له طريقته المختلفة، وأحياناً يطلعون أشياء هي جزء من المشاريع. نفهم وش المقصود هنا. فلاحظوا معي، لو تكرمتم أنا بوريكم نشرح فيه الشكل هذا، نشرح فيه، ركزوا معي شوي. المشروع يبدأ بفكرة، الفكرة ترتسم كصورة ذهنية تريد أن تحققها. كيف تحققها؟ من خلال أنك توفر موارد مالية، وقت، وتستغل عاملين، ستصل لتحقيق هذه الفكرة. هذا هو المشروع. إذا خلال فترة معينة بمصاريف معينة استخدمنا موارد معينة وصلنا إلى تحقيق الفكرة. طيب التعريف أو تعريف المشاريع، تعريف بسيط، لاحظوا معي، ركزوا معي، فهمنا للتعريف يساعدنا كثيرا نخرج من المشكلة اللي ذكرناها قبل شوي. المشروع هو مجهود مؤقت يتم القيام به للحصول على منتج أو خدمة أو نتيجة، نقول جديدة أو لم تكن لدينا سابقا. جديدة مو معناها جديدة في السوق، لا نلخبط، مو معناها ابتكار أو اختراع، لا، عندي أنا ما كانت موجودة سابقا، عندي ما كانت موجودة سابقا. مجهود مؤقت. كلمة مؤقت، كلمة مؤقت حددت لي أن المشروع له بدء وانتهاء. عند انتهاء المشروع أتوقع تعطيني خدمة، منتج، نتيجة ما كانت موجودة عندي سابقا. في هذه الحالة يا جماعة نسميه مشروع. طيب خلونا نشوف يا جماعة شو المشاكل اللي حصلت عند كثير من الناس في موضوع التعريف والمشاريع اللي ادخلناها، والأشياء اللي يدخلونها بعض الناس احيانا كفهم خاطئ، والأشياء اللي يستبعدونها من التعريف. هل يا جماعة ربطناها في الإنشاءات او في المشاريع الهندسية؟ مجهود مؤقت ايا كان، ممكن يكون مجهود تقني، ممكن يكون مجهود برمجي، ممكن يكون مجهود خدمي، ممكن يكون مجهود مثلا في دعائي. كلمة مؤقت أعطتني فاصل هنا مهم جدا. أنا أسألكم يا جماعة، المشروع مجهود مؤقت، طيب ما هو المجهود المستمر؟ طيب لاحظوا معي، حياتنا وأعمالنا بين أمرين، إما مشاريع
أو شيء آخر. المشروع مؤقت له بدء ولا انتهاء. الشيء الآخر أمر مستمر لا يتوقف. ما هو؟ ها إنتاجية عملية. العملية الحقيقة موجودة في كلا الاثنين. ها تفضل. التشغيل الحقيقة الأرباح تجي بعدين بعد التشغيل. أوكي لاحظوا معي وخلونا نفهم الفروقات بينها. المشروع له بدء وله نهاية ماشي مع الزمن بهذا الشكل الخطي، بينما التشغيل هو عبارة عن إيش؟ خطوات تكرارية مستمرة. بعبارة ثانية نحن ننتهي من المشروع ثم نشغل. ولذلك إذا كان عندنا مصنع قائم ينتج هذا مشروع ولا تشغيل؟ ايش رايكم؟ مشروع او تشغيل؟ ها تشغيل. اغلبكم يقول تشغيل. طيب وين المشروع؟ مشروع المصنع وين؟ انت جاهز. نعم انت المشروع هو انشاء المصنع حتى اصبح قادر على ان ينتج. عندها نكون تحولنا الى التشغيل والتشغيل يستمر. فتحنا منشأة سياحية او فندق مثلا، خلاص انتهى المشروع بالافتتاح. سنتحول بعدين إلى إيش؟ إلى التشغيل اللي هو الاستثمار هنا، اللي هو الاستخدام. وقس على كل المشاريع والأعمال مشروع ثم نشغل. طيب سؤال، المصنع يا جماعة بعد سنوات من التشغيل قررنا توسع للتشغيل، يعني الإنتاج بدل ما يطلع لنا 1000 قارورة في اليوم نبي نخليها 1500. هذا الذي سيحدث الآن ما هو؟ مشروع. مشروع رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع خلال 6 شهور. حددناه بزمن، فمعناها نتوقع بعد 6 شهور أن تتوسع الطاقة الإنتاجية، فمعناها عندي مجهود وعندي عمل سنعمله. طيب كيف نفرق بين المشاريع والتشغيل؟ طيب أمثلة أخرى يخطئون فيها كثير من الناس. مطعم ويفتتح واضح، لكن محل في سوق مثلا، وين المشروع وين التشغيل؟ محل في سوق وين المشروع وين التشغيل؟ مشكلة الناس يقول ها رحت المشروع، ها مريت على المشروع. هو الحقيقة إذا شغل انتهى موضوع المشروع، تحولنا إلى إيش؟ إلى تشغيل. فالمحل يا جماعة مجرد تجهيزه وافتتاحه هذا إيش؟ هذا المشروع. ثم تحولت بعدين إلى الروتين. بالمناسبة التشغيل يسموه الروتين. تحولت إلى الروتين اليومي اللي هو التشغيل، لاحظتم معي؟ فما نسميه احترافيا مشروع. طيب من الأخطاء الموجودة عندنا في نظام المشتريات الحكومية يقولون مشروع التشغيل والصيانة، ترى احترافيا هذا لا يصلح. يعني من 30-40 سنة يستخدمون هذه العبارة وهي عبارة خاطئة، يفترض أنها تعدل. التشغيل شو نقول عليه؟ نقول عقود التشغيل والصيانة. مشروع التشغيل والصيانة ما يمشي ترى يا جماعة، ما هي راكبة يعني. عليه حال. المشروع ميزته يا جماعة أو من صفاته أنه مؤقت. طيب التشغيل مستمر. طيب المشروع يعطينا يا جماعة منتجات لم تكن أو خدمات أو شيء لم يكن موجود لدينا سابقا، بينما التشغيل يعطي شيء مكرر. يعني حينما أنتجت أول قارورة من المصنع يا جماعة ترى كان شيء جديد عندي، خلك من السوق مليان السوق، لكن عندي في ذلك المكان هذا منتجي الأول، وهو إذان بانتهاء المشروع، نجاح المشروع وانتهائي. اليوم اللي بعد بدينا ننتج 1000 قارورة في اليوم، هل في شيء هنا يا جماعة جديد؟ الألف هنا عبارة عن إيش؟ عبارة عن تكرار. الألف هنا عبارة عن إيش؟ عبارة عن تكرار. طيب طبعا من صفات المشروع أن الأعمال فيها تصاعد مستمر، يعني اليوم غير بكرة غير بعد بكرة، كل يوم نجي بأعمال إيش؟ جديدة أو وضع جديد، لاحظتم معي؟ بينما التشغيل في نفس الروتين، نفس الروتين خلاص بعد فترة، يعني حتى تفكير اللي يشتغلون في التشغيل خلاص يقف على وضع معين. أوكي إلا إذا حصلت مشاكل. المشروع لا، عندهم مشكلة مستمرة، كل يوم يجي يفكر بالأعمال الجديدة وبالجداول وإلى آخره. المشاريع يا جماعة قلنا تعطي منتج أو خدمة أو نتيجة. من يعطيني مثال على مشروع يعطي منتج؟ مشروع يعطي منتج كل المشاريع الصناعية تعطيني منتجات غيرها. الإنشاءات كل المشاريع الإنشائية تعطيني منتج.
المنتج بالمناسبة مو شرط شيء ينقل، هذا المبنى يعتبر منتج. أوكي طيب، البرامج الحاسوبية أيضا يا جماعة تعتبر منتج، كل ما يخرج من المصانع يعتبر منتج. طيب من أعطينا أمثلة على المشاريع اللي تعطي خدمات؟ ممتاز، إيصال الاتصالات للمكان الفلاني، إيصال خدمة الجوال للقرية الفلانية أو للطريق الفلاني، إيصال الإنترنت للمبنى الفلاني، هذه كلها يا جماعة تعتبر إيش؟ تعتبر خدمات، حتى الكهرباء، إيصال الكهرباء، حتى الماء، شبكة المياه، شبكة الصرف الصحي أكرمكم الله، جميعها تعتبر من المشاريع اللي تعطي خدمات. طيب مين أعطيني أمثلة على المشاريع اللي تعطي نتائج؟ البحوث العلمية تعطيني نتائج. بالمناسبة أغلب مشاريعنا الشخصية تعطينا نتائج. أنت تعمل بحوث في مجال دراستك الأكاديمية، هي عبارة عن نتائج، غيرها نتائج. عمل مؤتمر هو مشروع يعطي نتائج، الحصول على الشهادة الفلانية، الماجستير الفلاني، هذا عبارة عن مشروع لنحصل على نتائج. حضورنا لهذه المحاضرة مشروع لنا جميعا لنحصل على نتائج. أوكي، التدريب ككورسات تدريبية أو قراءة كتاب، ترى تأليف كتاب يعتبر إيش؟ يعتبر مشروع، أعطانا إيش؟ أعطانا، لا مو خدمة، أعطى نتيجة. الخدمة شيء مستمر، يعني توصل كهرباء وتستمر، توصل إنترنت وتستمر، النتيجة خلاص توصل لحد معين وتوقف، ممكن تطبعها توزعها كذا. أوكي، من النتائج أيضا الحملات التوعوية، نحن نبحث عن نتائج. حملات الدعائية والإعلامية، الحملات التسويقية، الحملات الانتخابية، هي عبارة عن مشاريع. احنا لما نقول حملة فلها وقت بدء ولا انتهاء، ونتوقع في نهايتها نتيجة معينة نبحث عنها، ويفترض انها تكون مقيوسة يا جماعة. اوكي طيب، فبالتالي يا جماعة نقول الدراسات، البحوث، بالمناسبة واحد من المشاريع الكبيرة على مستوى المملكة يقام كل عدة سنوات، هو مشروع كبير على مستوى المملكة يقام كل عدة سنوات، التعداد السكاني، نهاية التعداد السكاني يدفع فيه ملايين ويعمل فيه ألوف الناس. طب وبعد ما يخلصون؟ ما في بناء طلع عندي، ولا حصل خدمة وصلت للمكان الفلاني أو الموقع الفلاني، اللي حصل عندي عبارة عن نتائج. هذه النتائج تعرضها بأي طريقة كانت، ممكن تعرضها مطبوعة، ممكن تعرضها يا جماعة ترسلها إيميل، تعطيني على سيدي، تضعها على الموقع، على الإنترنت مثلا. إذن قلنا مؤتمرات، أي إيفنت أو حدث أو فعالية تعتبر مشروع يعطي نتيجة، والحملات المختلفة. طيب إدارة المشاريع، أفهموا الفكرة اللي راح نتكلم عنها الآن، نرتب الأشياء السابقة. إحنا الآن يا جماعة هذا خط الزمن، إذا جينا نتكلم عن المشروع فنحن نقصد المشروع منذ بدئه إلى انتهائه. امتدادات المشروع ما نسميها مشروع، شو نسميها؟ ها؟ تشغيل. في نقطة فاصلة هنا لازم ننتبه لها. أوكي؟ طبعًا ممكن يصير تداخل بينهم، ممكن يحصل عندي نوع من التشغيل التجريبي يسموه، لا بأس، لكن لازم تكون واضحة الصورة هنا. طيب إذا المشروع بعد التشغيل، السؤال ما هو قبل المشروع؟ ما هو الشيء الذي قبل المشروع؟ التجهيز أو الدراسة. ممتاز، دراسة الجدوى. دراسة الجدوى، دراسة الجدوى ايش راح تسوي؟ ايش راح تعطينا؟ تعطيني نعم ابدا في المشروع، هو مشروع مجدي او لا، خلاص اوت. هذا اطارنا العام اللي نعمل فيه. طب تخيل عندك في مؤسسة عدد كبير من المشاريع، تبدا الشغلة تكبر، ادارتها وتنظيمها يفترض ان يعني نتعامل معها باسلوب وبطريقة تساعدنا على استغلال الموارد قدر المستطاع وتسهيل أعمال المشاريع، وألا ننظر لكل مشروع على حدة. طيب نعرف إدارة المشاريع يا جماعة، نقول تطبيق المعارف والمهارات والأدوات والتقنيات على أنشطة أو أعمال أو مهام المشروع، يسمونها عندنا أنشطة، مع الأسف لأنها ترجمة حرفية من اللغة الإنجليزية، ولكن نقول مهام المشروع أو أعمال المشروع لتحقيق الأهداف، فهي أسلوب أدوات عملية للتعامل مع المشروع.
طيب وش العمليات الرئيسية في إدارة المشاريع؟ أولها التأسيس اللي هو اختيار المشروع والقرار بالبدء في المشروع وأن يولد المشروع رسميا في المؤسسة، ثم سنخطط له، راح نعمل له تنفيذ، نعمل مراقبة وتحكم على أدائنا وعملنا حتى نصل للإغلاق. طبعا هي مين ماشية بالشكل الخطي هذا، راح أوريكم إياها الآن بطريقة مختلفة، ولكن بدي أوقف هنا عند موضوع التأسيس. التأسيس قضيتنا الرئيسية الحقيقة هنا التي ستربطنا بموضوع الرؤية. تأسيس المشاريع الصحيحة يخدمنا في إيش؟ في تحقيق الرؤية. طيب هي الحقيقة ماشية بالطريقة هذه، خمسة عمليات أهمها مثل ما قلنا التأسيس، تخطط، تنفذ على التوازي في مراقبة وتحكم، ثم نعمل إنهاء. طيب ما في وقت الحقيقة لكثير من التفاصيل، نسمع منكم. هل في أسئلة واستفسارات على المشاريع، تشغيل، إدارة المشاريع، الفروقات بينها؟ من يعطينا أمثلة على مشاريع شخصية يعني حتى نعرف أن المشاريع موجودة حتى في حياتنا الشخصية؟ تعلمك لإدارة المشاريع ليس يا جماعة فقط أنك ستخدم في مكان عملك وتؤدي صح، بل سيؤثر هذا ويغير حتى من سلوكياتك الشخصية، وستجد أن مشاريعك وأعمالك تتغير، أسلوبك، طريقتك، عملك، إنجازك يتغير. مثل إيش مشاريع شخصية؟ حفل الزواج أو مناسبة الإعداد للزواج، نعم هو عبارة عن مشروع. ها؟ ممتاز، الحصول على درجة علمية معينة يعتبر بالنسبة لك مشروع، بل حتى أحيانا الحصول ترى على درجة علمية أو مرتبة مهنية معينة ممكن يكون هدف بالنسبة لك، وممكن أنك تعمل إليه من خلال مشروع معين. بنعطينا أمثلة أخرى، تربية الأبناء، تربية الأبناء لو قسمناها إلى مراحل حتى ما تصير تشغيل، كيف؟ يعني مثلا تربية إلى عمر السنة ونعتبره مشروع، ونعتبر أننا سنصل بنهاية السنة إلى نتيجة معينة، وهذه النتيجة المفروض أننا نحددها بمواصفات معينة. طيب السنة الثانية، السنة الثالثة، وهكذا. بالمناسبة تربية الأبناء البعض يظن تربية الابن هي أنك تتأكد من الأكل، الشرب، يروح المدرسة مثلا، هل هذه التربية؟ هذه رعاية يسمونها بالمناسبة، مع الأسف كيف؟ مع الأسف، مع الأسف أن اللي عام عندنا ومنتشر لدينا أن هذه هي التربية، هذه يسمونها رعاية. تربية أنك تزرع فيه وتبني فيه القيم والأخلاق والمبادئ والسلوكيات الصحيحة، مو ترميه في الشارع يتربى في الشارع ثم يرجع لك ثم تقول بلشت فيه وصار وكذا. طيب وربيناه وعملنا وسوينا، ما ربيته، إذا رجع لك بعض الله ترى أنت ما ربيته، هو تربى من الآخرين وتعلم من الآخرين، اللي أنت سويته عبارة عن رعاية، تسويها دور الرعاية ترى، أي دار رعاية ترى تسويها. بالمناسبة دور الرعاية الآن حتى تهتم بموضوع التربية والقيم والأخلاق وزرعها. أوكي طيب نجي هنا يا جماعة النقطة الثالثة حقيقة، يعني هي مدار الموضوع، العلاقة بين الرؤية والمشاريع. لاحظوا لو تكرمتم، الله أكبر. افترض يا جماعة أن عندنا شركة محلية، ها ركزوا حتى نجيب على الإجابة، بسيطة جدا ترى اللي بنوصل لها لكنها مهمة جدا في تغير نظرتنا لكثير من الأمور واهتمامنا بها. هذه الشركة يا جماعة نريد أننا نصل إلى شركة إقليمية، نريد أن ننتقل للنقلة هذه خلال 4-5 سنوات، الفراغ الأصفر هذا بماذا نملأه؟ ها نملأه بمشروع واحد فتحصل النقلة؟ إذا نحتاج أدوات عدة نسميها، نعم نحن بحاجة إلى عدة مشاريع لكي نصل ونحقق هذه الرؤية. طيب مثال آخر، في مؤسستنا وفي شركتنا نريد أن نتحول من معاملات ورقية إلى معاملات إلكترونية، نفس الكلام، إذا أردنا أن نملأ الفراغ هذا شو راح نسوي؟ في عدة مشاريع يا جماعة، ترى ليس مشروع واحد، تتراكب هذه المشاريع وتتكامل، ويفترض أن نجدولها ونعمل عليها لنصل لتحقيق الرؤية في التاريخ المحدد. وانتبهوا معي، أي تعثر في مشروع من هذه المشاريع ايش راح يسوي في الرؤية؟ يؤثر الوصول للرؤية. طيب فما بالكم باللي ليس لديه رؤية؟ بالمناسبة موضوع أنه ليس لديهم رؤية 3M وغيرهم، لديهم رؤية لكنها غير مكتوبة.
كثير من الناس نجيهم الآن يقول لك والله إحنا شغالين وعملنا كذا وقاعدين نحقق نجاحات وما تعاملنا بإدارة المشاريع تتكلمون عنها. إذا جيت للسلوكيات تجد إنه إيش يخطط بس مو بالطريقة مثلا متعارف عليها، ولكن له إيش أسلوبه في التخطيط. بالمناسبة التخطيط ترى مو بلازم إنك تخطط بالطريقة اللي سواها فلان وعلان والمؤسسة الفلانية والمدرسة الفلانية والجهة الفلانية والكلية الفلانية. خطط بكل الوسائل والطرق التي تساعدك لتصل لتحقيق الأهداف. ماذا نعرف التخطيط؟ رسم الطريق الأمثل للوصول للهدف. إحنا جميعاً الآن في القاعة ممكن أننا نخرج ونقول موعدنا 9 مثلاً في المكان في مركز معارض الرياض. كل واحد فينا ممكن يسلك إيش؟ طريق مختلف. حسابنا على الوصول للوقت وتحقيقنا للمطلوب. ممكن واحد يمشي على رجليه مسافة ثم يركب تاكسي، ممكن واحد يأخذ سيارته الشخصية ثم كذا، ممكن واحد يركب باص، ممكن واحد يتصل على زميل، ممكن واحد لاحظتم معي؟ فجميعا ترى كان عندهم بس إن الرؤية ما كانت مكتوبة بالطريقة التي صاغوها بهذا الشكل بهذا الوضع. كله عنده رؤية، لا يمكن لأحد أن يصل إلى نتائج دون أن يكون لديه حلم. امسك أي شخص، بعض الناس يقول بعض رجال الأعمال وكذا حققوا وأنجزوا وعملوا، ما درس، يمكن حتى تعليم نظامي ما درس، أليس كذلك؟ لكن أنت تصور أنه قاعد يشتغل على عماه؟ أنت قاعد تتصور أنه قاعد يتخبط في السوق؟ تتصور ما عنده رؤية؟ اجلس مع بعضهم خذ واعطي معه لتعرف أنه يرى رؤية عميقة أبعد مما تعمل بعض الشركات الاستشارية. أوكي؟ طيب فالسؤال المهم، ما العلاقة بين المشاريع والتخطيط الاستراتيجي؟ أعطونا يا جماعة، أعطونا النتيجة. ها بلاش نقول يعني ما العلاقة، نعطني كذا وصف. ها المشروع يوصلنا للخطة للخطة الاستراتيجية والرؤية. ها المشروع جزء من تنفيذنا للخطة الاستراتيجية، في نوع من التكامل. نعم تكاملي، يعني بعبارة بسيطة يا جماعة نقول المشاريع هي وسائل تحقيق الرؤية اللي هي آخر الخطة الاستراتيجية اللي هي هدفنا من الخطة الاستراتيجية. المشاريع هي وسائل تحقيق الرؤية. طيب لاحظوا معي، إذا كان عندي يا جماعة مشاريع وليس لدي رؤية، شو اللي راح يصير؟ التخبط اللي يحصل عند كثير من الناس، يوم هنا يوم هنا يوم هنا يوم هنا. هذه المؤسسة وين راح تروح إذا كان يوم يسحبونها بالاتجاه الفلاني، ويوم يسوون المشروع الفلاني، يوم يتبنون ويكثفون الخدمات الإلكترونية، اليوم الآخر فاتحين فروع إضافية وأكشاك أو كذا. ما في شك أنه يمكن بعض العملاء ممكن تخدمهم من خلال هذه الوسائل، لكن أنك تكثف الفروع والأكشاك وتكثف الخدمات الإلكترونية ترى عندك مشكلة في الرؤية، رؤيتك غير واضحة غير محددة، في نوع هنا من هدر للموارد. بالمناسبة أحد البنوك عانى من هذه المشكلة خلال 5 سنوات الماضية. شو اللي حصل؟ استمروا في توسعهم في فتح الفروع، ثم تفاجأوا خلال 5 سنوات الماضية بيش كثير من الفروع الجديدة أصبحت عبء إداري وتشغيلي. ليش؟ ما في عملاء. طب السبب؟ خدمات الإلكترونية. مو معنى ما عندك عملاء، عندك عملاء، لكن الخدمات الإلكترونية يا جماعة سحبت كثير من المراجعين، وبالتالي ما أنت بحاجة للإكثار مثل ما كان سابقا قبل 20 و15 سنة. في المقابل يا جماعة في بنك آخر ما فتح كثير من الفروع، لكن حقيقة ركز على الخدمات الإلكترونية بقوة، سحب عدد كبير من العملاء. يعني الثاني لأن لديه رؤية جيدة، شو اللي حصل؟ بمجهود أقل بتكاليف أقل حصل على إيش؟ نتائج وعملاء ومردود أعلى، بينما الآخر هدر. معناها ليس كل من يعمل ومجهود ومشاريع أنه ماشي بالاتجاه بالطريق الصحيح. وهذا كان ترى بالمناسبة ممكن يكون علينا كأفراد، يعني أنت في حياتك حين نقول في حط رؤية، ضع رؤية حتى تتوجه مشاريعك باتجاهها. إذا ما وضعت رؤية وماشي بالحياة بوضعها، شو اللي راح يصير؟ راح يصير عندك نوع من التشتت والهدر للجهود والهدر للجهود. طيب معناها يا جماعة إذا عندي مشاريع ولدي رؤية، شو اللي راح يصير؟ خلاص في اتجاه، في اتجاه، في نمو، في تطور، تطور مدروس هنا. طيب نأخذ مثال عملي.
احنا قلنا يا جماعه قبل شوي الشركه او المؤسسه التي تريد ان تتحول من شركه محليه الى شركه اقليميه. خلونا نشوف يا جماعه ما هي المشاريع اللي يحتاجون يعملونها من اجل ان يصلوا لتحقيق هذه الرؤيه، التحول الى شركه اقليميه. طبعا المفروض نكتب في 2020، نهايه 2020 حتى تكون مؤطره بوقتنا. طيب تذكرون الاهداف اللي التفصيليه اللي مرينا عليها حتى تصل هذه الشركه من تتحول الى شركه اقليميه؟ قلنا فتح 3 فروع مثلا. نعم 3 فروع اقليميه خارجيه. تكلمنا عن عدد من العملاء، عدد نسبه من المبيعات. معناها لازم يكون عندنا مشاريع توصلنا لتحقيق هذه الرؤيه. مثلا احتاج اوسع المصنع. توسيع المصنع هذا مشروع لكي يخدمك في المبيعات، لانك ستفتح منافذ جديده. طيب افترض يا جماعه اني سابدا بدايه 2017، خلال سنه ونص مفروض انه منتهي التوسعه. طيب احتاج اني اهيئ وارتب موضوع الشحن، سواء بالاتفاق مع شركات متخصصه او باليات ووسائل من عندي. هذا سياخذ مني وقت معين، لكن انتبه. لاحظوا معي، هل نبدا نفكر بتهيئه الشحن بعد ما نخلص توسعه المصنع؟ شوفوا الاسلوب، الطريقه اللي قاعدين نستخدمها الان وعمليه الاستكشاف بهذا الشكل تعطيك المواقع الصحيحه باوقاتها الصحيحه من اجل ان تنجز وبشكل صحيح. يعني بعباره ثانيه، ترى مشكلتنا الاداريه ومشكلتنا في المشاريع اننا نشتغل بطريقه القطار. كيف طريقه القطار؟ تخلص عربه تروح العربه اللي بعد، تخلص عربه تروح العربه اللي بعد. هذا يا جماعه سياخذ معك وقت طويل ولن تنافس بالطريقه هذه. ولذلك التركيز في الاعمال وعمل كل ما يمكن عمله على التوازي وفي اوقاتها هو الذي ينتج. طيب احتاج افتح فروع، يعني انشاء فرع رقم 1 مثلا سياخذ مني سنه افترضوا، معنا ممكن نبدا منتصف 2017. انشاء فرع ثاني مثلا ممكن سنبدا بدايه 2018. بعض الناس يقول ليش ما خليته على التوازي؟ احيانا مواردنا لا تكفي، احيانا مواردنا لا تكفي، يعني الفلوس ما بجاهزه على طول، تمويل مو بجاهز على طول، احيانا نحتاج يصير عندنا مبيعات من اجل ان نشتغل. حتى فريق العمل اللي بيشتغل هنا ممكن ينتقل بعدين بعد 6 شهور، يخلي الاعمال بحسب طبيعه الاعمال. انشاء فرع ثالث ايضا سياخذ منا وقت معين. طبعا لازم يصاحب هذا كله عباء حمله تسويقيه خلال هذه الفتره اللي هي فتره فتح الفروع، تكون ذروتها ونهايتها بفتح الفرع الثالث. نبدأ هنا نبيع. طيب تخيلوا معي لو حصل، لاحظوا معي كيف المشاريع الآن متكاملة في نوع من إيش؟ التكامل بينها. لا نتعامل معها كقطع مستقلة، ما تحصل النتائج بهذه الطريقة، لن نصل إلى تحقيق الرؤية. بالمناسبة عندنا كثير من المنشآت تنتهي ويحتاجون سنة سنتين لتشغيلها، أحيانا أكثر، مثل بعض المستشفيات. ليش؟ تشغيل المدن الطبية والمدن الجامعية من القضايا لضخامتها طبعا وسوء الإدارة مع الأسف. لكن حتى المستشفيات سنة سنتين حتى يشغل. ليش؟ يشتغلون بطريقة القطار، يشتغلون بطريقة القطار. نعم مزبوط، يخلصون المبنى ثم يبدون يفكرون في الآلات والأجهزة والمعدات، ثم بعد ما يركبونها بسنة يفكرون في إيش؟ في الطواقم. ليس بمجرد أنك تحط الإعلان أنه بيجيك العدد الكافي، معناها يحتاجك تحضر مبكرا، تحتاج تعمل مقابلات مبكرا، تحتاج تعمل تهيئة وتدريب مبكرا، حتى الفيز تجيب ناس من برا لازم أنك تحضر وترتب مسبقا. يفترض أن جميعها تنتهي في وقت واحد، يعني انتهاء من المبنى، الأجهزة مركبة جاهزة والطواقم حاضرة عندها تشغل. نرجع هنا، لو حصل خلل عندي يا جماعة ومشكلة في توسعة المصنع، شو راح يصير في الرؤية؟ ما تحقق في وقتها. حتى لو المشاريع الأخرى في وقتها، فتحت فروع وما في إنتاج، وبعدين يعني فتحت الفرع الأول يا جماعة وما عندنا منتجات إضافية نعطيك إياها، تأخر المصنع، تأخرت التوسعة 6 شهور. بالعكس هذه تكلفة عليك، يعني هذا الفرع 6 شهور أخرى تصرف عليه وإيجار وكذا على لا شيء. طيب الشحن ما ضبط معنا موضوع الشحن، أو ما قدرنا نجهز، أو ما
نشتري السيارات المناسبة لتعمل عملية الشحن، أو ما تعاقدنا مع الشركات اللي ممكن تعمل عملية الشحن وصار بيننا وبينهم مشاكل. نفس الكلام يا جماعة، أنت تعمل مشكلة هنا للرؤية النهائية، إنشاء الفروع نفس القضية، كل ما تأخر أو تعطل فرع منها أو ما انتهى في وقته الملائم معنا عندك مشكلة. طب الحملة التسويقية ما لقيناها، ما لقيناها ميزانية أو تعطلت أو تعثرت، شو راح يصير؟ كله بلا جدوى. شفتم الهدر الذي يحصل في أي مؤسسة أو منشأة، حتى ترى على مستوى الدول، حينما لا تتكامل المشاريع. هذا يدخلنا الآن لقضية أخرى، خلونا نتكلم عن رؤية 2030 وتطبيق لهذه الفكرة عليها. طبعا أنه يكون في رؤية لأي بلد هذا شيء ممتاز ورائع جدا، خصوصا حينما تكون الرؤية طموحة وفيها أهداف استراتيجية واضحة وعالية وتترجم بعدين إلى أهداف ذكية. طبعا يفترض أن المشاريع تتكامل لتحقق هذه الرؤية. خلونا نلقي نظرة على الموضوع. طبعا كان في 78 هدف استراتيجي، المبادرات حوالي 543 حولوها إلى مؤشرات أداء، يعني أهداف الحقيقة تقاس بمؤشرات أداء حوالي 371. خلونا نأخذ مثال من الأهداف الاستراتيجية، مثلا إتاحة الفرصة لعدد كبير من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة، هذا هدف استراتيجي عام غير قابل للقياس. كيف يقاس؟ نحوله يا جماعة إلى أهداف ذكية. أحد الأهداف الذكية شو يقول؟ رفع عدد المعتمرين، معتمري الخارج، من 6 مليون حاليا إلى 15 مليون في عام 2020. هذا هدف ذكي قابل للقياس، قابل للتحقيق، قابل للإنجاز، واقعي، مؤطر زمنيا، له علاقة بالرؤية العامة. طيب ما الذي سنصل إليه الآن؟ وش المشاريع اللي نحتاجها لنصل إلى هذا الهدف؟ ما رأيكم؟ توسعة الحرمين؟ بدينا نتكلم على أشياء بعيدة شوي. بدينا نتكلم على أشياء بعيدة. أي إمكانيات؟ بنية تحتية. تأشيرات. وصلنا التأشيرات. تدرون وصلنا لوين؟ وصلنا وزارة الخارجية. معناها هدف استراتيجي واحد من حوالي 371 هدف. شوفوا يا جماعة حجم المشاريع المتراكبة والمتكاملة التي يجب أن تعمل وتتكامل وفي أوقاتها لنصل إليه. شوف التحليل البسيط، أنا بعطيكم تحليل بسيط عام. نحتاج نوسع الحرمين ومرافقهما. بعض الناس يفكر في هذا الموضوع فقط، الحقيقة ليست أنك توسع الساعة وما في طرق لها، فعندنا شغلات كثر. حتى لو وسعت الساعة وما عطيت الخدمات للداخلين فعندك مشكلة. إذن هي ليست توسعة الحرمين فقط، نحتاج نفتح ونطور شركات العمرة، نحتاج أيضا ندير الحشود، فعندنا مشروع الفتح وتطوير شركات العمرة وتوسيعها وتحسين وضعها، وعندنا مشروع لإدارة الحشود والأعداد الضخمة اللي راح تجي للناس. أوكي طيب، إدارة الحشود يمكن شفتوها في الحج، يعني ممكن أنك تتعامل مع أعداد ضخمة بطريقة معينة توفر لهم السلامة وفي نفس الوقت يؤدون المناسك يعني بطريقة ملائمة. هذه كلها يبغى لها شغل، يبغى لها إمكانيات، يبغى لها تفكير، يبغى لها محاكاة. هذا مشروع في كلام كثير. بل أحيانا ترى بعض الدول جماعة تنجز مباني ومنشآت وجسور لكن تفشل فيش، تفشل أحيانا في إدارة الحشود. طيب كل الكلام هذا لو تلاحظون معي مباشر في موضوع الحج والعمرة، أو موضوع العمرة، يعني وزارة الحج والعمرة لها علاقة بالموضوع هذا والحرمين فقط. لا، عندنا أشياء أخرى كثر لها علاقة بالموضوع. نحتاج يا جماعة نوسع البنية التحتية للمدن. أي المدن؟ مكة والمدينة فقط؟ بل المدن التي يمر بها الزوار أو المعتمرين، فكل المدن اللي حولها ويصلون الناس من خلالها إلى الحرمين أيضا تحتاج أن توسع فيها البنية التحتية. ماذا عن شبكة الكهرباء؟ تتوسع الحرمين أو المناطق اللي حولها دون أن يكون في ضخ كهرباء يتناسب مع هذا الوضع والسكن حول الحرم والمناطق هذه. ماذا عن الخدمات الأخرى؟ شبكة المياه،
ماذا عن الخدمات الأخرى، شبكة الاتصالات؟ راح نعدد شيء كثير يجب أن يتواكب مع هذا الموضوع. خلصنا؟ ما خلصنا يا جماعة. نتكلم عن إيش أيضا؟ الطرق والنقل داخل المدن وبين المدن. فنتكلم عن المترو، نتكلم عن القطارات، نتكلم عن الحافلات، نتكلم عن محطاتها. معناها مو أي محطة قطارات تستوعب هذه الأعداد. أوكي. نتكلم أيضا يا جماعة عن الموانئ والمطارات. إذا مطاراتك ما تتسع لهذه الأعداد، حتى لو وسعت هناك ما راح يصير شيء. إذا الموانئ عندك ما تستوعب، الموانئ تستوعب ضيوف وزوار وتستوعب أيضا إيش؟ مواد تموينية وبضائع، الناس كيف يأكلون وكيف كذا، كثير من الأشياء اللي تستورد أو تأتي من الخارج. فمعناها لابد أنك تكون على قدر السعة المناسبة في ذلك الوقت. خلصنا؟ ما خلصنا يا جماعة. نتكلم عن إيش؟ فنادق والشقق ودور الإيواء، كل ما هو حول الحرمين وفي المدن التي يمرون بها، بل حتى في الطرق، الاستراحات وأماكن النزول الراحة، الخدمات المختلفة في الطرق. نتكلم أيضا يا جماعة عن التموين. كل اللي تكلمنا عن هذا يا جماعة ترى ليس مشاريع، هذه عناوين رئيسية داخل كل واحد منها. إيش المشكلة وين؟ لاحظوا معي، وهذا الذي يفيد في الرؤية. بدلا من أن كل جهة تعمل على حدة، إذا ما عندنا رؤية شو راح يصير؟ إذا ما عندنا هدف استراتيجي هذا شو راح يصير؟ والله الجماعة المسؤولين عن الفنادق والشقق يتوسعون فيها بطريقة مختلفة. التموين، التجار بيشتغلون في أسلوب آخر، ما أدري عنك. شبكة الكهرباء ما راح تكون بالمستوى اللي تريد في المناطق اللي بيكون فيها مثلا مباني عالية مرتفعة وحشود وزحام. الاتصالات راح يصير فيها مشكلة في الأماكن المزدحمة، يعني زودتم الطاقة علينا والحجم علينا وما كنا نتصور هذا العدد. ما تلاحظون يحصل هذا النوع من التراشق أحيانا عندنا بين وسائل الإعلام بسبب فشل أو مشكلة تحصل أو كذا؟ ليش؟ ما في رؤية موحدة. لو في رؤية موحدة كان انتقلنا جميعا إلى نفس النقطة في نفس الوقت أو في نفس الفترة. خلينا نقسم الأشياء اللي موجودة هذه. يعني تكلمنا عن توسعة الحرمين وفقها، مثلا لها جهة مسؤولة عنها تشرف عليها الرئاسة، رئاسة الحرمين مثلا. إذا تكلمنا عن فتح وتطوير شركات العمرة وإدارة الحشود، يمكن مسؤولة عنها هذه وزارة الحج والعمرة الآن. إذا تكلمنا عن توسيع البنية التحتية، فمسؤول عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية. نتكلم أيضا عن الخدمات، مسؤول عنها شركات، طبعا في وزارات تتابع هذه المسائل تنظمها. طيب إذا جينا نتكلم عن الطرق والنقل، نتكلم عن وزارة النقل أيضا في موضوع القطارات، نتكلم عن المطارات والموانئ في المؤسسات المسؤولة عنها وهي أيضا تابعة في النهاية للنقل، نتكلم عن الفنادق والشقق مسؤولة عنها هيئة السياحة، يعني تنظيمها إعطاء الرخص، نتكلم عن التموين، نتكلم عن التجارة. يعني كم جهة جت الآن أو ظهرت الآن، والزملاء أضافوا لنا موضوع الفيز، وزارة الخارجية، معناها يمكن الشاشة هذه بكاملها لا تكفي للعناصر الرئيسية. طيب لو كل جهة من هذه الجهات قلنا أعطونا مشاريعكم لنحقق الرؤية، تتوقعون كم عدد المشاريع؟ عدد ضخم. لاحظوا، لتحقيق هدف استراتيجي واحد من 371 هدف في رؤية 2020. رؤية 2030 طبعا في التحول الوطني 2020، نتكلم الآن تفصيليا عن 2020 كيف حيكون التحول الوطني. معناها عندي عدد ضخم من إيش؟ من المشاريع في كافة الجهات والمناطق على مدى أزمنة معينة. طبعا احنا ما نسويها بالطريقة هذه، احنا نحدد البنية التحتية نحددها كمشاريع ونفردها في جداول، الخدمات نحددها ونفردها في جداول، المطارات والموانئ توسعتها عملها وإنشاء شيء جديد نفردها في جداول. ما راح تكون بهذه البساطة، لكن الذي نريد أن نصل إليه أن أي تعثر أو تعطيل في أحد هذه المشاريع شو راح يسوي؟ سيعطل ويشوه ويؤثر على كل الرؤية بكاملها، لن نصل إليها، ستهتز. إذن التكامل هنا شيء مطلوب. أنتم متخيلين حجم العمل الضخم حينما تعمل جداول لكافة هذه التفاصيل وبأوقاتها وتوزع على المؤسسات والجهات المختلفة وتصبح جزء من أولوياتها؟ هذه من ميزة الرؤية هنا. أوكي، أننا نعمل عمل موحد متكامل.
يعني الأشياء اللي كانت تحصل سابقا تخيلوا معي، تبنى منشآت ما تصلها الكهرباء، تبنى مصانع يقول لك والله مو من مخططاتنا أن الغاز يوصلكم خلال هذه السنة، من مخططنا خلال سنتين مثلا ثلاث سنوات. تخيلوا معي يعني في مصانع وقفت، انتهى المصنع وقف بسبب عدم القدرة على امداده بالخدمات المختلفة كطاقة إلى آخره، لأنه ما في رؤية هنا. لو كان في رؤية لاتحدنا اتفقنا هنا وكانت المشاريع توصل لتحقيقنا لهذه الرؤية. طيب هل في نقاش يا جماعة؟ هل في أسئلة استفسارات على ما تكلمنا عنه؟ تفضل. ايه احد الاهداف، ايه هناك اهداف اخرى ايضا يتقاطع معها، يعني يتقاطع معها العديد من المشاريع ايضا. طيب عفوا يتقاطع معها قصدك انها مكمله البعض ولا يعني توسعه مثلا المطارات؟ إيه؟ هذا يكون هناك هدف استراتيجي اخر يستلزم. يا سلام، بالضبط. فيكون الوقت هناك المفروض اسرع من 2020 مثلا 2017. نعم نعم، هذا راح يعني تنظيمه من راح يكون تنظيم من وين يعني؟ من نفس المسؤولين المشروع الاول المشروع الثاني الهدف الاول الثاني مسؤول من. طيب ممتاز جدا ممتاز جدا. هو الرؤيه الان مثلا رؤيه على مستوى المملكه انه فيه جهه تحكمها وفيه فتح في كل وزاره او جهه مشاركه في الرؤيه مثل اللي مرينا عليهم، فتح عندهم ما يسمى بمكتب التحول. انا قررت مثلا اذا 2020 هم يعطون وهم يجدولون، هم يعطون الرؤى والأهداف وهم بناء عليها يجدولون. فإذا جاهم أن والله إحنا نحتاج معتمرين بالعدد الفلاني، وأيضا جت السياحة وقالت عندنا عدد السياحة والزوار بالعدد الفلاني، بناء عليها هو يعمل التوسعة في الأوقات التي تتناسب مع تحقيق كلا الهدفين. أنت تتكلم الآن عن المسؤوليات وكيف توزع على مستوى الشركات والمؤسسات، المسألة أسهل شوي. فالرؤية إذا كانت في أعلى المؤسسة في أعلى الهرم عند الإدارة العليا، والآن بدأت كثير من الشركات والمؤسسات تبني أو تعمل ما يسمى بمكتب الاستراتيجيات أو مكتب إدارة الاستراتيجية، يفترض أنه يشرف على الرؤية والأهداف ومتابعتها ويرسل هذه التفاصيل للإدارات والأقسام بناء عليها تبني مشاريعها، نراجعها سنويا. فعندنا ترى خطة سنوية تعرفون الإدارات والأقسام توضع فيها المشاريع التي توصلنا لتحقيق الرؤية. فإذا كان الله في هدف آخر يحتاج منا توسعة أعلى مثلاً المطارات مثل ما ذكرت، فمعناها يحتاج أنك تبنيها أسرع في وقت أقرب، ما تنتظر الهدف اللي بعد. تتكامل عندنا هنا الرؤية، فيها مجهود الحقيقي مو بسيط ولكنه مجهود تنظيمي، يعني يعطينا شيء واقع عملي وقوي جداً. أوكي ها يا جماعة تفضل. الحج كل سنة صح؟ طيب تعتبره مشروع ولا؟ كل ما نعمله محددا بوقت نعتبره مشروع. فالحج وأعماله إن كان تجهيزات فهي مشروع، ثم تشغيل، تشغيل فترة الحج ثم نقفل. أي. الشغلة الثانية أي. أنا يمكن ما أدري، أحس إنه من المهم أي. إنه يعني كل عامل مثلا في المنشأة أو في المنظمة إنه يكون ملم في القيم أيه؟ أكثر من رسالة. بالضبط. لأن اليوم العامل أيه؟ ما يهم والله أنها تتوسع الشركة أو ما تتوسع أيه؟ بس القيم مهمة يعني أيه؟ لما نتكلم أنه أحد القيم تكون الكواليتي أو أيه؟ الجودة أيه؟ فعلا حتى العامل الصغير طيب راح يهتم في الجودة. طيب تركيزك على القيم ممتاز، القيم يجب أن تكون منتشرة ومعروفة، لكن أيضا أنا أؤكد على مسألة مسألة الرسالة أو الرؤية. يفترض أن العاملين يهمهم أن المؤسسة تكبر وتتوسع وتثبت في ولاء للمؤسسة، وأحيانا في مكاسب مادية وأرباح. هذه الإدارة الذكية يوم تجي تقول تعالوا أنتم شركانا اللي تعملون في المؤسسة وأنتم جزء من المؤسسة وجزء من نجاحها، وحينما نحقق أرباح مثلا أكثر مما كان تارجت أو المحدد كأهداف، الشركات الذكية شو تسوي؟ الذكية، الشركات الذكية تحول جزء من أهداف من أرباح الإضافية إلى إيش؟ إلى مكافآت العاملين. ترى بالمناسبة عملتها عندنا شركات كثر، موبايل، الاتصالات، فترات معينة. أسهم بعض الشركات تعمل
أو بعض الشركات مثل إنساب وغيرهم حولوها إلى أسهم وسابك، والشركات العالمية خصوصاً عندهم كثير الموضوع هذا. كل ما ارتقيت معهم وأخذت معهم ووضع أعطوك أسهم إضافية كجزء من ملكية الشركة، يصبح عندك إيش؟ ولا عالي للمؤسسة، تود أن المؤسسة تتوسع وتكبر، تفرح لأرباح المؤسسة ولنجاحها. لا أنا ما أقلل من الرسالة، إيه؟ بس أنا أقول أهمية شو اسمه القيم انعكاسها علينا أخلاقيا يعني في التعامل. على سبيل المثال بما أنك تطرقت يعني إيه؟ رؤية المملكة 2030 إيه؟ تعتمد على رؤية صحيح إيه؟ أقصد ما كان فيها قيم إيه؟ فأنا ما تأثرت حتى صيغة الرؤية في شغلات كثير غايبة عن الناس. لا أقصد نعم. ما تأثرت فيها، بس تخيل أنه أحد إيه؟ القيم الموجودة أنه والله أو القيم الموجودة الصدق فرض إيه؟ فبتشوفنا كلنا تأثر لا. بالضبط. أو إنه والله أحد الرأي. لو من القيم بخدمة المسلمين. ستجد إن الوضع إيش؟ أقصد لازم يختلف. يكون لي دور أنا هي. كواحد في المنشأة أو حتى في الدولة. بالضبط. نعم نعم نعم. طيب. ها في سؤال تفضل. في مربع قلت مشروع 1 2 3 4 أقدر أستبدلها بأقسام المنظمة. وكل قسم يكون له خطة استراتيجية أو أهداف. هذه مشاريع اللي قبل شوي أخذناها هي مشاريع إنشاء كذا، عمل كذا، إنجاز كذا، قد يكون مسؤول عنها الإدارة الفلانية. طيب خلونا نفهم بس مسألة. رؤية المؤسسة، لاحظ رؤية المؤسسة يفترض أنها توزع على الإدارات والأقسام، فكل يعرف أن له جزء من تحقيق الرؤية. فمعناها إدارة تقنية المعلومات ستنشئ المشاريع اللي توصلنا للرؤية، إدارة شؤون الموظفين ستعمل المشاريع اللي تحقق لنا الرؤية، الإدارة الفلانية التشغيلية الفلانية ستعمل المشاريع التطويرية التي تصل للرؤية، إدارة التدريب ستعمل المشاريع تصل إلى تحقيق الرؤية. فبالتالي الإدارات والأقسام سيتبنون مشاريع، يعني بيكون عندنا كتلة مشاريع. لأن أريت كتلة مشاريع مسؤولا عنها إدارات وأقسام مختلفة. نعم 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 بالضبط. خطة الاستراتيجية للمؤسسة تحول إلى خطة استراتيجية على مستوى الإدارات العامة أو القطاعات، ثم خطة استراتيجية أصغر على مستوى الإدارات والأقسام، تصل حتى إلى أقل، حتى إلى مستوى الفرق، مستوى العاملين. هذا دورك وهذا الجزء من عملك، فهو كأنه يساهم ويعمل في هذه الخطة الاستراتيجية اللي نعمل فيها. أوكي طيب نكمل يا جماعة لو تكرمتم. الجزء الأخير كيف نختار المشاريع، ما راح نطول فيه كثير. إذا يا جماعة المشاريع اتضحت عندنا قبل شوي حتى نحقق رؤانا، وبالتالي أصبح عندنا آلية وقدرة لنختار المشاريع بشكل صحيح. نرجع نأكد أن اختيار المشاريع ليست أي مشاريع نعمل فيها. خطوات اختيار المشاريع يا جماعة، أول شيء أي مشروع لازم يدرس ويعرف أنه ثابت الجدوى وتظهر جدواه. طيب هل الجدوى دائما هي جدوى مالية؟ عند الشركات والمؤسسات ممكن جدوى مالية، لكن نتكلم عن قطاعات أخرى بل حتى عند الشركات أحيانا. أحيانا مو شرط جدوى المالية، أحيانا جدوى التسويقية، نشر السمعة، كسب عملاء جدد. فأحيانا ننشئ مشاريع ما فيها مربح حتى عند الشركات. طيب فما بالكم نتكلم عن وزارات وأقسام ووجهات أخرى ليست ربحية. إذا نتكلم عن الجدوى، الجدوى هنا ممكن تكون جدوى مالية، ممكن تكون جدوى ثقافية، اجتماعية، جدوى بيئية، جدوى اقتصادية. اقتصادية يعني إيش جدوى اقتصادية على مستوى البلد أو على مستوى المجتمع أو مستوى مدينة؟ يعني إيش جدوى اقتصادية؟ إن المشروع يخلق مثلا فرص وظيفية جديدة أو يعمل بنية تحتية لمشاريع أخرى مثلا، هذا مفيد اقتصاديا. طيب من خلال دراسة الجدوى طبعا نعمل الموضوع. الخطوة الثانية، هل المشروع متلائم مع الخطة الاستراتيجية ويصب في مصلحتها؟ يجب أن نتأكد من ذلك وأنه يحقق هدف استراتيجي أو أكثر. أحيانا نضطر أن نفاضل بين عدد من المشاريع فنختار شيء ونلغي بعض لتحقق لنا نفس النتائج، وأحيانا يا جماعة نفاضل بحسب الأولويات، يعني ما نستطيع نعمل كل المشاريع هذه الآن وهي مهمة لنا تحقيق الرؤية، يفترض أن نرتبها زمنيا بحسب الأولويات وبحسب مواردنا ومصادرنا المالية. طيب خلونا ناخذ الفكرة البسيطة هذه. الخطة الاستراتيجية توصلنا للرؤية مثل ما اتفقنا. لاحظوا معي، ليست كل المشاريع تصلح لنا،
ففي مشاريع جماعة ما تدخل معي، إذن هي ليست من أولوياتي واهتماماتي. إذن أحدد يا جماعة المشاريع الملائمة تدخل معي في الخطة الاستراتيجية. طيب بعض المشاريع يا جماعة بعيدة تكنسل، بعض المشاريع مثلا يعني ما هي مفيدة كثير لكن لها فائدة للمؤسسة، ممكن يا جماعة أن نضعها في قائمة انتظار حتى إذا توفرت لدينا موارد فائضة غير الموارد اللي اشتغلنا عليها لتحقيق خطتنا الاستراتيجية، ممكن أن نفكر في المشاريع اللي تعطينا مكاسب أخرى أو مكاسب سريعة. أوكي، هل في فوائد مالية ووفرة مالية؟ يحصل أحيانا في فترات أن تمر بعض الشركات والمؤسسات بعض القطاعات بأحيانا بوفرة مالية أو دخل معين، أو يحصل عندهم مثلا بيع وصول كبيرة مثلا أو كذا، فبالتالي ممكن أن تتبنى بعض المشاريع حتى لو كانت ليست في الخطة الاستراتيجية تماما. الأهم أنها لا تتضارب معها، الأهم أنها لا تتضارب معها. طيب مثال بسيط بس عشان نخلي الأمور كذا عملية، عندنا مجموعة من المشاريع توصلنا لتحقيق أهدافنا لكن نبي نفاضل بينهم، ما هو الأفضل؟ ما هو الأفضل؟ حقيقة يا جماعة يجون، لاحظوا معي، هذه من أبسط الطرق، نضع المشاريع طبعا بأسمائها، مشروع عمل كذا، مشروع إنشاء البوابة الإلكترونية الفلانية، مشروع عمل كذا. افترضوا أن مواردنا أو افترضوا أنه المشاريع هذه سنختار واحد منها في هذا القطاع في هذه الجهة يحقق هدفنا الاستراتيجي، كيف نفاضل بين المشاريع؟ كيف نختار المشاريع الأنسب أول شيء لخطتنا الاستراتيجية؟ نضع معايير، المعايير هذه يفترض أنها متوافقة مع الخطة الاستراتيجية ومع تحقيق الأهداف. افترضوا أن أهدافنا خلال الثلاث سنوات القادمة اللي هو زرع علامة تجارية جديدة. افترضوا يا جماعة أن في مؤسسة داخل المملكة لأول مرة، علامة تجارية جديدة في منتجات معينة، علامة غير معروفة، تتوقعون أن استراتيجيتهم في الثلاث سنوات أو الخمس سنوات الأولى هي البحث عن الربح وتعظيم الأرباح؟ ها ما رأيكم؟ أول ثلاث سنوات خمس سنوات سيبحثون عن زرع العلامة التجارية ونشرها وتسويقها وأن الناس يعرفونها وما تكون يا جماعة مجهولة بالنسبة لهم وغريبة، بحيث أنك يا المستهلك إذا دخلت للمحل التجاري ما تستغرب إذا كانت أحد الخيارات الموجودة، بل ممكن أحيانا أنك تبحث عنها. ولذلك يضخون مبالغ ضخمة في البداية من أجل هذا النوع من المشاريع. طيب نجي نحط المعايير. افترض يا جماعة من المعايير مثلا أنه هل المشروع يعطينا عملاء جدد أكثر كعدد؟ هل يعطينا عملاء جدد أكثر شرائح نوعيات جديدة لم نكن نبيع لها سابقا؟ هل يعطيني توسع جغرافي؟ هل هو مربح؟ نبحث عن الربح لا بأس. هل سيكون في تطوير للكوادر؟ افترضوا أن عندي هذه الخمسة معايير، طبعا قليلة محدودة عشان التمرين، ممكن عين تكون أكثر، ممكن توصل لعشرة 14 معيار، بل في جهات ممكن يكون أكثر. طيب كيف يا جماعة نختار؟ لاحظوا معي، كل معيار من هذه المعايير مفروض نعطيه وزن، يعني بعضها أثقل من بعض، ليست مثل بعض، بعضها أثقل من بعض تحكمها الخطة الاستراتيجية. فتلاحظون إذا كنت أنا والله جاي جديد أو داخل سوق جديد، والله موضوع عملاء جدد، طبعا كلها مفروض المجموع مفروض يكون الوزن مجموعه كامل من 100، فراح نوزع في الخمسة عناصر اللي موجودة هنا والخمسة الخانات ما مجموعه يساوي 100%، ولكن بأوزان مختلفة. أنا بسويها الآن بطريقة كذا تقليدية سهلة اعتباطية، في طريقة أطول شوي وتعطيني الموضوع هذا بدقة. والله عملاء جدد وزنه عالي عندي، بعطيه 25%. عملاء جدد كنوعية أيضا مهم إني أفتح شرائح جديدة. التوسع الجغرافي قضية كبيرة عندي. مربح ما هي قضية الآن، لكن لو جارب لا بأس، أعطيته 10%. تطوير الكوادر أيضا ما هو قضية عندي الحقيقة الموضوع، فأعطيته 10%. لو تلاحظون معي طبعا أول ما تسويها أول مرة ما راح تطلع 100%، تزيد وتنقص، ترجع مرة ثانية تزيد وتنقص هنا حتى تضبطها. هذه الطريقة التقليدية السريعة غير دقيقة، هي في طريقة أكثر دقة، نجلس نضرب كل واحد فيهم في الآخر يعطينا درجة معينة وضع معين، ثم نجمعها ثم يطلع لنا في النهاية دقة، بيطلع مثلا عملاء جدد يمكن يطلع 24، عملاء جدد يمكن يطلع 23، توسع جغرافي يمكن يطلع عندي 31، بحسب أهدافنا نقدر نوصل للمسألة هذه. نجي بعدين نقيم، والله المشروع كل مشروع نقيمه بالبند المقابل نعطيه من 100،
فإذا كان يحقق لي عملاء جدد كعدد المشروع الأول وعدد كبير نعطيه درجة عالية، إذا كان يحقق طموحي نعطيه 100% أقل وهكذا. والله لقينا المشروع الأول أوه فعلا يحقق المعيار الأول اللي هو عدد عملاء جدد كبير، المشروع الثاني والله إلى حد ما يعني نص تقريبا، المشروع الثالث يعني عالي لكن مو مثل المشروع الأول. طيب عملاء جدد كنوعية كشرائح جديدة، لقينا المشروع الأول إلى حد ما، المشروع الثاني والله يعطيني شيء أعلى شرائح أكثر، المشروع الثالث يعني أقل منهم جميعا. ماذا عن التوسع الجغرافي؟ لاحظنا المشروع الأول إلى حد ما، المشروع الثاني أضعف ما في توسع كبير، المشروع الثالث أوه في توسعات يعني ممتازة جدا لنا كرؤية. طيب مربح أو غير مربح نشوف، والله المشروع الأول إلى حد ما مربح، الثاني ما في أرباح نهائيا، الثالث إلى حد ما أقل من الأول. طيب هل في تطوير للكوادر؟ والله المشروع الأول افترض أنه ما في تطوير نهائيا، المشروع الثاني بيطول كوادر إلى حد معين يعني أعطيناه نص، المشروع الثالث والله في تطوير كوادر عالي يعني بنفتح مناطق جغرافية جديدة ومضطرين ندرب مثلا وكذا وعلى مستويات معينة. طيب كيف نجمع النتيجة النهائية لكي نقارن ونختار المشروع الأفضل؟ شو نسوي يا شباب؟ نضرب كل رقم بالوزن، كل رقم بالوزن، كل رقم بالوزن، كل رقم بالوزن، كل رقم بالوزن وتجمع. فالمية ضرب 25% يعني 25 درجة زائد، هنا لو ضربت يطلع 12.5، هنا لو ضربت بيطلع 12، هنا لو ضربت بيطلع 3، المجموع طبعا هي صفر، المجموع يطلع 52.5 من 100. طيب تعال للمشروع الثاني، اعمل عملية الضرب اللي سويناها قبل شوي والله طلع 43.5. تعال للمشروع الثالث، تتوقعون بيطلع أكبر أو أصغر؟ لا يغركم 180، كلام على الوزن يعني، الوزن 80 هنا ترى ما هو شيء، لكن والله 100 هنا وزنها عالي، 80 هنا برضو وزنها عالي. طلع عندي هنا إيش؟ طلع 70، معناها المشروع الأفضل اختيار المشروع الثالث يحقق أهدافي الاستراتيجية أقوى، فنختار هذا. طبعا في أساليب وطرق أخرى غير الجدول هذا، في أسلوب استخدام مصفوفة معينة يعمل لك مفاضلة بل حتى بالرسومات بعدين البيانية يطلع معانا وش المشاريع الأفضل وش المشاريع الأولى حتى أننا نعيد ترتيبها بحسب الأولوية. طيب نكون انتهينا يا جماعة، هل في أسئلة أو نقاشات؟ خلصنا. طبعا والله ببساطة ترى تقدر تستخدم إكسل وتبني النموذج هذا، لاحظ معي، لكن في أنظمة نعم احترافية في ضمن الـ ERP systems اللي موجودة، لاحظت معي في أنظمة بالأنظمة حتى أكثر تعقيد يعني تدخل بيانات المشروع من عدة نواحي الرقمية والقيمية وغيرها، يعمل عملية ويعطيك في النهاية تقرير أو ريبورت أحيانا بدرجات وسكور وأرقام ورسومات بيانية، أيهم الأفضل أيهم الأحسن أيهم الكذا، يعطيك لماذا ليش، ميزات المشروع الفلاني عيوب المشروع الفلاني، يعني ترى مسألة ممكن يكون فيها أكثر. أوكي تفضل. كيف الرؤية؟ نعم. طيب بعض الاستراتيجيات ما تكون سرية مثلا بعض ليس كل التفاصيل تعلن، ليس كل التفاصيل تعلن، ولكن جينا نتكلم عن الرؤية من حق ليش نسوي الرؤية؟ يجب أن يعلمها الجميع ويشترك فيها الجميع ويعيشها الجميع. الرؤية كعبارة كحلم، الأهداف الاستراتيجية ترى برضو يعني في أغلب الجهات معلنة ما فيها مشكلة، إذا كانت تتكلم عن جهات سياسية وأمنية مثلا يختلف، لكن إذا جيت لتفصيل المبادرات والمشاريع مو بشرط أنها تعلن ويعرفها الجميع ويعرف تفاصيل. أوكي ايه تفضل. السلايدات ان اردتوها بعد المحاضرة اعطيكم. اوكي تفضل. عفوا معي فلاشة ممكن اعطيك اياها وممكن تراسلني على الايميل الموجود. اوكي تفضل.
المدة بالنسبة للرؤية لكل مؤسسة تحدد عدد سنوات معين، لأن هي بتكون طويلة المدى أو تعرف على 5 سنوات لأنها قابلة لأننا نعمل مبادرات ومشاريع نوصل فيها. يعني أعطيك مثال بسيط، الآن رؤية 2030، ليش التحول الوطني 2020؟ يصعب أنك تعمل مبادراتك ومشاريعك وتبنيها حتى ذلك الوقت، الدنيا تتغير، التكنولوجيا تتغير، كثير عناصر السكان، تعليم، كثير من الأمور اللي تتغير يخليك تتبنى مشاريع من الآن في تلك التواريخ. تكلمون عن الآن في الاستراتيجيات 3-4-5 سنوات، يعني يعتبر معقولة وممتازة جدا. أوكي، سنتين ممكن مع الأوضاع اللي حاصلة الآن، إيرات السريع. أوكي نعم، هل في أسئلة استفسارات؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم شهاب السويلم. أنا عملت في هذا المكان 30 سنة وطلعت للأسف بدون رؤية لما بعد التقاعد، التقاعد مبكر عدلا تقولون شاي. رخصت كفريلانسر في موضوع الاستشارات الإدارية التنظيمية والهيكلية، وهذا اللي هي أعتبرها لعبتي. 3 سنوات ونصف تقريبا المكتب، ما حاولت كل جهدي اني اسوق لخبرتي المتراكمه ولكن فعلا ما كان عندي يعني هدف ما بعد التقاعد. نعم. وش اعمل زياده على ما عملت 30 سنه في هذا المكان. لو حضرت المحاضره هذه قبل اسبوع تقريبا كان ما قفلت مكتبي، انا قفلته الحين. سبحان الله. فمهب إن شاء الله ما فيه أسف على شيء، أنك تحاولت فيه جهدك يا واحد لكنك ما قدرت تنافس في سوق مو سوقك اللي أنت نشأت فيها وتعودت عليه. يعني هو بالنسبة لي مجال جديد. نعم. إني أخدم نفسي. نعم. أنا خدمت في هذا الغرفة 30 سنة الحمد لله، أنا خدم العالم وخدم الناس والقطاعات اللي كنت أشرف على خدمتها. نعم. ولكن لما جاء الوقت لخدمة نفسي ما كان عندي ذاك الهدف. طبعا في خلال 30 سنة كان عندي أكثر من هدف الحمد لله كلها تحققت. نعم. وتوفيق رب العالمين قبل كل شيء. نعم. في كلمة يمكن وردت في حديثك الله بارك بعمرك، التراشق بين الجهات في موضوع المسؤوليات. اليوم في تويتر واحدة من الوزارات تقول مسؤولية حوادث المعلمات مسؤولية المرور ووزارة التعليم. طيب وانتم عليهم مسؤولية كبيرة أيضا في المسؤول. لا، وهذا دلالة على مسألة أنه الآن القناعة ما تولدت أن يكون فيه فعلا في ذاك التكامل والتعاون في تحقيق أهداف، ولا نلومهم في ذلك لأنه جديد الموضوع عليهم كثير. التغير راح يحصل تدريجيا. شكرا. نعم، أشكرك الله يحييك. شكرا. طيب أنا شاكر لكم، آمل وأتمنى أننا استفدنا فائدة عملية تطورنا وتغيرنا، وإن شاء الله تعالى نرى أثر في حياتنا الشخصية وحياتنا العملية. شكرا لكم جميعا ونشوفكم بإذن الله على خير. الله يحييك.